جل وعلا. بسم الله نسمعها طاعة للحق سبحانه وتعالى لفئات مسلمة طيبة خيرة آمنت بالله جل وعلا ووحدت الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. الحمد لله، إن الإسلام نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، من بها علينا وخصنا بها. قال الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فاعلم أيها الجني، اعلم أيها الجني أن الله جل وعلا هو الذي اجتباك وصفاك وهداك. اعلم أيها الجني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك واختارك لتكون من المسلمين، لتكون من عباد الله المؤمنين، ولتكون من عباد الله جل وعلا الموحدين. فهذه نعمة عظيمة خصك المولى جل وعلا بها، خاصة وأنك كنت مع الكافرين، كنت تخوض مع الخائضين، وكنت في سير الضالين والمغضوب عليهم من اليهود. فمن الله جل وعلا عليك بالهداية، فلطالما كنت مع الأمة تسمع القرآن والوعظ والبيان، ومع ذلك كنت تحارب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت لا تلقي بالا للوعد والوعيد، كنت لا تلقي بالا لأمر الجنة والنار، بل كنت تصر مستكبرا، بل وكنت على عزم وعلى قوة وبأس وشدة، كنت تتحدى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كانت الأمة تتلو القرآن إلا وكنت تصر على أذيتها وتعذيبها والنكال منها، وتزداد حقدا عليها وعلى ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لترى معك العذاب في جسدها وزوجها وفي ذريتها وبيتها. وكنت على هذا السير سنين وعقود وأعوام عديدة، أخذت منها الكثير في جمالها وصحتها ونفسيتها، وأخذت منها الكثير في زوجها وزواجها وذريتها. وكانت أمة مرابطة تصبر ابتغاء وجه الله جل وعلا، وتقاوم ابتغاء مرضات الله تعالى، وتأخذ بالأسباب لعل الله أن يأتي بالفرج. وكنت تجلي لها قوتك وبأسك وشدتك رؤى ومنامات وواقع وحال في بدنها وفي كل من حولها، حتى جئت على الأخضر واليابس، لم تترك خيرا إلا وأحرقته، لم تترك سعادة إلا وأزلتها، بل وجعلت مكان كل سعادة أحزانا وآلاما، وأنت تعلم هذا. ثم جاء الله جل وعلا بك كي تكون من أهل الجنة، فنعمة الله عليك عظيمة ونعمه عليك عظيمة. الله سبحانه وتعالى رآك وأنت تحتقر كلامه وشرعه ورسله وأحكامه، وكان صابرا سبحانه وتعالى حليما بك حتى جئت إلى باب البر والخير. كنت مع القبائل الكافرة وقد بينت هذا وأظهرته، كنت كافرا مكابرا قويا عنيدا، لم تكن من الجن السهل ولا اليسير، كنت من الفئات التي لا ترضى إلا بالحق والنيران، كنت تخترق الحجب، وكذلك في آن كنت تغوص مع من يغوص في المحيطات وفي الأعماق، كنت قويا في الهواء وقويا كذلك في الماء، وكنت تحظى برتبة عظيمة عند إبليس وعند الصحراء وعند الشياطين. نعم، لأن ساحرك كان ساحرا عظيما من سحرة السودان، كان ساحرا عليما وساحرا عظيما، تأتي إليه الناس من كل فج عميق، تأتي إليه الناس زرافات وحدانا حتى يلتمسوا كفره وشركه وسحره وناره وذبحه ودمه، كان يعرف بهذا كله. نعم، لقد كان شره مستطير عظيم على كل أهل القرية وعلى كل أهل البلدة وعلى كل أهل المدينة، بل لم يسلم من ذلك زوجه وأبناؤه وذريته وعائلته جميعا، الكل يشتكي من شدته ومن قوته، والكل يشهد له بسحره العظيم وبسحره الأسود. أنت كنت من جنوده الأوفياء، وكنت من جنوده القدامى الذين أهداهم إليه إبليس ليكونوا معه في رمحه وفي عرشه وفي رميه، وكنت فعلا ترمي الناس من كل فج عميق. تأتي إلى الناس وتأتي إلى النساء وتأتي إلى الرجال وإلى الذرية وإلى السلالة، تعذب وتمرض
وتؤذي وتمحق، وكنت على هذا السير شديدا عظيما. مع كل هذا والأمة تعبد ربها عز وجل وتركع وتسجد وتصلي وتقوم الليل وتقرأ القرآن، ومع ذلك كنت لا تلتفت إلى أحكام الله سبحانه وتعالى، كنت لا تريد جنة ولا نار. لا ترى هذا بعين الاستخفاف والاستهزاء والسخرية والنقص والضعف، أن من يأتي إلى الله كان إلى شيء ضعيف ولا شيء قليل، إلى شيء لا يقدم ولا يؤخر. كنت ترى أن ذاك الساحر هو الذي بيده مقاليد السماوات والأراضين، وبيده مقاليد الأرزاق، وبيده الخير، وبيده الشر، وبيده النار، وبيده الهواء، وبيده الماء. كنت تركن إليه وتخشاه وتهابه وتخشى وتخاف إن أنت ابتعدت عن شرعه أو ابتعدت عن سيره وعن طريقه قتلك أو سجنك أو أقصاك. ومع موته مات الساحر، لكن بقيت دائما تخاف من بطشه وشدته وتخاف من أسحاره. نعم، وواصلت السير حتى بعد موت الساحر. مات الساحر لكن لم تمت أسحاره، مات الساحر لكن لم تمت قيوده وعهوده، لم تمت، بقيت عليك في البدن. كنت دائما خائفا وجلا ضعيفا، لا تستطيع تقدم أو تؤخر بالخير شيئا، لكن الشر كنت فيه عظيما، كنت فيه مقداما، كنت فيه فارسا مغوارا، كنت دائما صاحب سطوة وشدة وغضب. أبناؤها عذبتهم حتى في أوروبا حتى لا يتم دراستهم، في كل بلد عذبتهم، عذب الأبناء في كل البلاد، تفرقوا في الأمصار، العائلة تفرقت في الأمصار، وكل واحد يعذب. وبهذا دلت الأخبار، بل ودلت الرؤى والمنامات، ودلت الاعترافات بتوفيق رب الأرض والسماوات. الأمر الذي كان مبهم وكان في حكم المجهول جلاه الله تعالى بفك قيود الفئة المسلمة التي أسلمت لباريها لربها جل وعلا. تلك الفئة المسلمة التي قاتلت في سبيل الله عز وجل، قاتلت ابتغاء مرضات الله عز وجل، فدلت على القبيلة التي كانت في المغرب، القبيلة التي لها اتصال بقبيلة أخرى في السودان، قبائل. الساحر كان والده تعلم السحر في قبيلة في المغرب، ولكن كما يشهد به له الجن والإنس أن الوالد لم يكن بذاك الشر الذي كان عليه ابنه، فابنه قد آذى الجميع وسحر الجميع وأمرض الجميع وعذب الجميع، وقد مات الأب ومات الابن وكلهم الآن عند الله عز وجل. لكن بقيت التبعات في الأبدان، في كل الأبدان، بل وفي كل دار وفي كل بيت. نعم، بهذا دلت الأخبار والاعترافات. أسأل الله جل وعلا لفئة المسلمة الخير والبر والتقوى. من جاءوا بالخير بفضل الله جل وعلا، من جاءوا بالخير ودلوا على خير واعترفوا بخير وكانوا رسل خير وكانوا جنود خير، فلهم من الله الخير. نعم، يا باغي الخير أقبل. أقولها لكل من ظن أن الجن قوتهم لا تغلب، أو الشياطين الكفرة قوتهم لا تغلب، أقولها إن السحر الأقوياء الذين كانوا على بأس وشدة بقبائل في المغرب وبقبائل في السودان، ويشهد لهم الإنس والجن والشياطين بالأذى، جاءوا إلى الله تائبين موحدين، جاءوا إلى الله تعالى خاشعين نادمين، جاءوا إلى الله تعالى مع أنهم عذبوا الجميع، عذبوا من في أمريكا، وعذبوا من في ألمانيا، وعذبوا من في السعودية، وعذبوا من في السودان، عذبوا أفرادا كثر وأسرا كثيرة. والله جل وعلا شاء ربك سبحانه وتعالى أن يجعل الفتح في القيام وبصورة قاف وبصورة غافر. جاء الفتح والنصر من الله سبحانه وتعالى بصور من القرآن هزت قلوب المؤمنين وحلت عليهم العقد والأقفال، فجاءوا بالتوحيد التام، جاءوا بالتوحيد التام بإذن الله سبحانه وتعالى. فأقولها لكم كما بينا لكم اليوم بفضل الله عز وجل، وطابت نفوسنا بفضل الله سبحانه وتعالى بما رأينا وعاينا. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن تكونوا كلكم بإذن الله تعالى مفاتيح بر وخير. ورسالتي الآن إلى من لا زال البحث عنه وما زال بفضل الله تعالى السير لنصل إليه،
هو ساحر الحبشة وساحر إثيوبيا بعد نيجيريا، بعد نيجيريا، بعد المغرب والسودان ونيجيريا، لا زالت الطائفة من الجن خاصة بالحبشة وبإثيوبيا. أقولها لكل فئة أسلمت لله تعالى، وجب علينا حق النصرة إن شاء الله تعالى، وجب علينا كما بينا وكما أظهرنا وكما بينتم أظهرتم، لا بد أن نضع اليد في اليد طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن نتعاون على بر وخير طاعة لله جل وعلا، وأن نعاهد الله جل وعلا أن كل واحد منكم من هذه الليلة في المنام وفي اليقظة وفي اليقظة والمنام أن يكون مرابطا بإذن الله تعالى، ليقطع الصلة في الفيافي والأنهار والأبحار والبحار والجبال، ليكون بفضل الله تعالى جندا من جنود الله سبحانه وتعالى، حتى تطل كل الأسحار التي كانت ما بين المغرب والسودان وما بين كذلك إثيوبيا وما بين نيجيريا، كل هذه الدول التي علم السحر الأسود والتي دلت عليه الأخبار والاعترافات والمنامات، وبفضل الله تعالى جنود الأرض والسماوات أن تبطل طاعة الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة، أن يكون الإبطال بفضل الله تعالى، وأن يكون تعطيلها وأن يكون إيقافها بإذن الله تعالى. وأعطوا عهدا كما بينا على كل بدن كان مرتبط بسحر أن تفك الأسحار عليه، من كان يعيش في الذلة تتوقف أسحار الذلة، أسحار القلة، أسحار التمريض، أسحار التشويه، أسحار الحرمان، كلها تتوقف طاعة لله سبحانه وتعالى. ونواصل معكم بإذن الله إلى كل أنثى، إلى كل أمة، إلى كل جنية، إلى كل مسلمة، واصل السير طاعة لله جل وعلا، إلى من كان شيطانا يطير أو يغوص، إلى من كان قويا مكابر معالدا، أسلم لربك، ومن أسلم لله تعالى فليواصل السير طاعة لله سبحانه وتعالى. اعلموا أن هذه الأمة قد عذبت في ذاتها ونفسها وفي زوجها وأبنائها وفي كل من حولها في أسرتها، فقد أسكنوا الجن منذ الصبا والصغر، وأسكنوهم في بدنها، ثم كانت تصل بكل أفرادها ذكران وإناث، وقد تبين الأمر جليا وعيناه بما لا يدع المجال للشك. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن تكونوا قوة بر وخير من هذه الساعة طاعة لله جل وعلا، وأن تواصلوا السير طاعة لله سبحانه وتعالى مع هذه الأمة بإذن الله تعالى. ساحر الحبشة كما توقف سحر المغرب وسحر السودان والدول الأخرى، يتوقف بإذن الله سحر الحبشة، سحر إثيوبيا يتوقف بإذن الله، السحر الأسود يتوقف بإذن الله، وجنود وخدامه أوصيهم في الأبدان طاعة لله. هذه بشارة أبشرهم بها، إن تابوا إلى الله قبلهم وغفر لهم وأصلح بالهم وأصلح حالهم، وإن أبوا فالقتال القتال. فقد تألمت وقد تألم كل من فيكم وجاءوا إلى الله بصورة الأنفال، نعم هي الصورة العظيمة في القتال وفي النزال، والنصر من الله جل وعلا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تلك الصورة التي هزتكم بتلاوتها وقراءتها ورقيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصيكم الآن أن تأتوا إلى الله تعالى مسلمين مسالمين، ومن أبى فإن بفضل الله تعالى إذا اشتد النزال فإن منصورون بإذن الله تعالى، بمعية الله، بملائكة الله، بجند الله، وبالخيرين من خلق الله الذين أسلموا لله جل وعلا. فهي رسالة أبينها لكم طاعة لله تعالى، إلى من لا زالوا يحمون ساحرة ويخفون ساحرة، أو من لا زالوا على كفر وسحر ويعلمون حاله أو هو يعلم حاله، أسلم لله واركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا أيها، كما ختمنا اليوم نختمها الآن بإذن الله، ختمناها بفضل الله تعالى اليوم بآيات من سورة آل عمران، هي التي أختمها معكم بإذن الله، ويبقى وقوعها في العقل وفي القلب وفي البطن وفي الصدر وفي كل جسد وحتى في المنام، ويتجلى خيرها في الرؤى ويتجلى خيرها في الواقع والحال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جعل الله وإياكم من عباده المفلحين والفائزين والخيرين والطيبين، اللهم آمين. فيا باغي الخير أقبل، يا من كنت شديدا عظيما في السحر خفيا قويا، كن قويا في باب الحق والعدل وإبطال السحر والعزة والرفعة لكل المسلمين والمسلمات،
فكوا القيود التي والأغلال، وفكوا القيود والسلاسل والأقفال كما بينا لكم اليوم، ونواصل بإذن الله تعالى كما بينا لكم. فكوا القيود التي والأغلال التي على الرقاب وعلى الأيدي وعلى الأقدام، التي على العزة، على الزواج، على المال، التي على البر، على الخير، على الطاعة، على الإيمان. فكوا كل العقد التي والسلاسل والأقفال التي بها صددتم الناس عن سبيل الله وعن الفلاح والنجاح وعن السعادة في أمر الدين والدنيا والآخرة. أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله الأول والأخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فيا معشر الصحراء، صحرة النيجر أو صحرة إثيوبيا والأحباش، أنيبوا إلى الله كما آمن بالله جل وعلا صحرة السودان وصحرة المغرب طاعة لربهم سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريات والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. هذه أمان الآن ووديعة بفضل الله تعالى، أتممنا هذه الكلمة لما كان في جلسة اليوم حتى نرى بفضل الله فضلها ونورها في اليقظة وفي المنام وفي واقع الحال. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلكم هداة المهتدين غير ضالين ومضلين، ولنا كلام بإذن الله تعالى غدا نتمم به إن شاء الله تعالى ما تبقى. وأسأل الله أن نسمع خيرا واقعا وحالا، وأن يرى بفضل الله تعالى واقعا وحالا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتمم هداية من لا زالوا من الأحباش، أن يتمم هداية من لا زالوا من صحرة إثيوبيا كما أسلم لله تعالى غيرهم وسبقوهم بالإسلام، والحمد لله رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا في الصباح إن شاء الله تتصلي بي، خلاص؟ أقول لك يا شيخ. نعم. نعم. هناك في الحبشة، تفكر هناك في الحبشة، قال عنده أحد رابط هناك في الحبشة في أثيوبيا، قال عنده أحد مربوط هناك في أيوة، هالشين هذا خاطبني هالشين. طيب فهمت الآن بعد في أثناء الرقية أنت تري وتسمعي في الداخل يقول لك أن هناك السحر مربوط الحبشة. أيوة قال لي عندي عهود في الحبشة. طيب جميل. لا ضير أنا نترك الكلام بكرة إن شاء الله حتى ما وقع هذه الكلمة هذا في الصباح، خلاص بسم الله. إن الأخت تقول هذا ما كنت أرمي إليه بعد جلسة اليوم، وكان الحمد لله أمور كثيرة وقعت الحمد لله، تقول الآن هو يخاطبني أو فئة مسلمة تخاطب تقول لها السحر موجود بكذا وكذا في الحبش، وهذا ما كنت أرمي إليه، لهذا قلت لها لابد قبل اليوم بإذن تكون موعظة معك إن شاء الله عز وجل بعد يعني بعد الانتهاء من الرقية أن تكون موعظة بإذن المولى سبحانه وتعالى. فهذه هي التي كنت أرمي إليها إن شاء الله عز وجل، والآن سيكون لي كلام معكم بإذن الله. طيب سيكون كلام معكم بتوفيق المولى سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن أنا عامل تيك توك وعامل فيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم. كان جوابها ولكن إشكال. على العموم السلام عليكم. لا تصلي علي إن شاء الله بكرة في الصباح، تصلي علي إن شاء الله. أي وقت مش مشكلة، أي وقت، لا عشرة ولا مش مشكلة، صح مش مشكلة، خطف الصبح بإذن الله يكون خير. على العموم الآن إن شاء الله أنا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في أمور. هذه السيدة هي من السودان، وعانت معاناة غريبة عجيبة صراحة. الناس عندهم صبر، بل الله تعالى يلهم أهل الابتلاء الصبر، الله يعطي أهل الابتلاء كيعطيهم صبر صراحة، لأن الصبر حتى ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فتحكي لي هذه السيدة
واقع عجيب أن أحد أفراد عائلتها يعرف في الخرطوم في السودان كلها، تأتي عنده الناس من كل عالم أنه ساحر عليم، يأتي عنده الناس من كل أحناء العالم، معروف بالسحر، معروف. قالت الناس قالت ونحن عائلته نعلم أنه ساحر، ليس بالظن باليقين، الكل يشهد له أنه ساحر. وقالت أن كل أسرة ابتلوا به، أبناؤه وبناته الجميع عندهم إصابات. تحكي لي هي ويحكي لي زوجها مواقف عجيبة خطيرة جدا. هذه المواقف يعني رأوها بأم أعينهم أنه ساحر عليم، ساحر عظيم. سحر أبناؤه وبناته، سحر كل عائلة، سحر كل عائلة، كل العائلة سحرها. والله الذي لا رب سوى. يحكي لي زوج هذه السيدة يقول لي يا شيخ أتعلم ماذا حصل في يوم وفاته؟ قلت له ماذا حصل؟ قال لي والله العظيم وجدوا ثعبانا ضخما في قبره، لما أرادوا يدفنوه وجدوا ثعبانا ضخما. يا الله. قال لي لما أخذوه لما مات توفي وأرادوا يدفنوه، قال لي والله العظيم خرج ثعبان عظيم من قبره. يعني هذا ساحر عليم عذب أخواتها في ألمانيا، أخوتها في ألمانيا، في أوروبا، في دول، في أمريكا، في السعودية، في السودان، أبناؤها بناتها تعطيل في الزواج، حتى يعني كلهم كادوا أن يصلوا حتى يشركوا على أخذ يعني الدكتوراه، أنه متخصص طب صافي السنوات الأخيرة، وكل واحد فيهم يرجع يتنحى لا يريد أن يأخذها، ويصبح كل واحد يسجن نفسه ويحبس نفسه في الغرفة. يعني تعذيب ناس انتقم منهم، والشياطين تقول نعم نحن خدام الساحر فلاني، لا أحد منهم يفلح، لا أحد منهم ينجح، لا أحد منهم يتزوج، لا أحد منهم يعمل. انتقام. بل أذهى والأمر من هذا، معروف وصل العائلة ساحر، وأصبحت بعض العائلة كتمشي عنده باش تسحر العائلة أخرى من نفس العائلة، كيمشيو عنده بعض العائلة ويسحروا لبعض العائلة الأخرى، فأصبح فتنة في العائلة، وهو يسحر العالم ويسحر كذلك الأسرة والعائلة. بل الأدهى والأمر من هذا أنه اعترف بلسانه لهذه السيدة، اعترف لها وقال أنا سحرت أبنائك بالمال الكثير، لأن أوصوني وأعطوني حتى أعقدهم وأربطهم فلا يفلحوا. اعترف لها بلسانه، قال أنا سحر لك أولادك وما غيخدموا ما غيتزوجوا، وبالفعل كلهم مربوطين بالجن والشياطين. تحدي، تحداهم وقالها قلت نعم، قالها لي هكذا مباشرة، قال لي أنا سحرت كل أبنائك لأن أعطوني المال العائلة الفلانية من نفس العائلة، حتى أسحر العائلة تسحر ونفس العائلة تسحر، وهو المستفيد ماديا وقربا للشياطين والعياذ بالله. قالت لي والله المدينة كلها تعاني منه، الخرطوم كلها تعاني منه، كانت والده كان ساحر لكن لم يكن بهذه الدرجة، كان لا يؤذي الناس، هذا كل الناس آذاهم وقد توفي مات. يعني ماذا نقول؟ وما عسنا أن نتكلم، شنو أشياء كثيرة الآن تبعات عندها هي قبائل في البدن، عندها قبائل في البدن. والدها كان تعلم هذا الأمر في المغرب، وابنه تعلمه من والده في السودان، وهذا الساحر يعني تعلم مع النيجر، وكذلك مع سحر في الأحباش في إثيوبيا، فكان السحر الأفريقي قوي جدا، فكان هو رمز من رموز السحر في السودان. فعذب المدينة كلها الخرطوم، وعذب الأسرة بجميعا يعني باش تفكت الشفرات. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. فالحمد لله، نسأل الله تعالى التوفيق، الله عز وجل يوفقنا للخير. طيب خير إن شاء الله. مرحبا بالإخوة،
مرحبا بالحضور، مرحبا بالأخوات، مرحبا بالجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعملنا وإياكم إن شاء الله فيما يحبه ويرضى. مرحبا بالجميع، أسأل الله تعالى لكم الخير يا رب العالمين. طيب، من فضلك شيخ، دائما أحلم أن نحاول نقرأ بعض الأسئلة ونجاوب إن شاء الله عز وجل. بعض الأسئلة ماشي كنجاهلها، ولكن ذهب الصوت. شيخ، هل الصوت موجود أم لا؟ الإخوة في فيسبوك يقول لي الصوت غير موجود. الإخوة في تيك توك أظن الصورة جيدة والصوت جيد. تيك توك سبحان الله عنده الصوت جيد والصورة جيدة، لكن إشكال أن التيك توك مكيحافظش على الفيديوهات، أما الجودة عنده ما شاء الله ممتازة، ولكن مكيحافظش لينا على البث. طيب، إن شاء الله سنجيبكم بإذن الله سبحانه وتعالى على الأسئلة، وعندي بعض المواضيع إن شاء الله خاصة بالرقية سوف نتداولها إن شاء الله عز وجل في هذا البث بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك أخي الكريم، أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. طيب، الصوت والبث جيدا ما شاء الله، الحمد لله. رأيتك في رؤيا منامية، أسأل الله أن تكون خير لنا ولكل المسلمين يا رب العالمين. طيب، خير إن شاء الله. هل السحر الأسود المشرق قديم منذ الصغر يبطل؟ نعم، شوف، كل سحر، ما من سحر إلا ويبطل بإذن الله سبحانه وتعالى. ما من سحر إلا ويبطل بإذن الله عز وجل، كيفما كان حاله يبطل بإذن الله عز وجل. أي سحر يبطل؟ بعض الأسحار، حتى نكون واضحين، بعض الأسحار قد تحتاج منك وقتا أو قوة أو فهما أو إيقاء أو طول في النفس، هذه مسألة معلومة عادية، لكن يبطل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن القصة في السحر الاتصال الجن موجود في البدن. قليل لما تجد إنسان متأثر بسحر دون عارض، وهذه حتى هي موجودة لكن قليلة، ويكون آثارها موجودة دون جن، ويبطل كذلك بحال الناس اللي عندهم ربط الثقاف مثلا وما شابه دون جن، آثاره موجودة في الجسد، مفهوم، ولكن في الغالب يكون مرتبط بالجن والشياطين، كذلك يبطل بإذن الله سبحانه وتعالى. يا شيخ، حلمت يتجاوز مواد الانتكاس. الأسئلة في تيك توك كثيرة جدا وكتصعد بسرعة، كنبغي نقرأ الأسئلة. أين توجد المراكز؟ هي بالدار البيضاء ومراكش بإذن الله سبحانه وتعالى، وهناك إن شاء الله تعالى كذلك مراكز بإذن مركز إن شاء الله في إسبانيا في أوروبا بإذن الله سبحانه وتعالى. رأيت تمساح كبير في بطنه عدة حيات في المنام. طيب، وهذه تحيلك على أنك لابد أختي أنك تجتهدي في مسألة السحر المأكول والمشروب، وكذلك الشياطين كالتماسيح والغواص وما شابه. ما لا تستهينوا، ما تستهنوش بهذا الأمر ديال الرؤى والمنامات. أنا بغيت الإخوة والأخوات ما يستهنوش بهذا الأمر ديال الرؤى والمنامات. الإنسان ما الإخوة والأخوات ما ياخدوش باستخفاف، يقولوا ما كاين باس وعادي وكذا، ولا ما كاين مشكل، تليفون ديال الايفون غادي يطفى ليا، يدير بيه التيك توك ولا شنو غندير دابا، يلاه كي غنعمل معاكم. انا ما كنتش مستعد يعني التليفون، لكن غنخافوش، نقدر الحال ان شاء الله باذن الله باذن الله تعالى. طيب، نحاول ان شاء الله. طيب، المهم الافاده تكون ياك. كي غنعمل ليه دابا؟ نوقف البث ومن بعد نرجع، لان غيطفي الايفون. طيب، خير ان شاء الله. بدات تحصيل البيت وتشغل الرقيه، اشوف احلام مزعجه. جيد، واصلي ما تخافيش، بالعكس واصلي باذن الله تعالى. ملي كنتي الان كترقي البيت وكتشوفي احلام مزعجه، فانت وصلتي الهدف، واصلي باذن الله تعالى. طيب يا شيخ، واش نعطيك واحد السؤال؟ مرحبا بك، اين المشكل؟ شيء يكون السحر المرصود، ما هي شفرته؟ طيب، انا ديما كنجاوبكم واحد الاجابات اللي هي غير معقده، الاجابات هي واضحه باذن الله سبحانه وتعالى. اذا كان يعني السحر يعني مرصود او معقد، ما شفرته دائما اي سحر هو فهمه،
أول شيء هو فهمه هذا السحر. أول شيء لفك الشفرات هو فهمه هذا السحر. إذا فهمتي السحر قوته دلالته باش تصوت شيء، كن على يقين أنك خلاص بفضل الله تعالى مابقاش عندك المشكل. هذه قاعدة أنا أحب أن الإخوة يفهموها ويعتقدوها. إخوة ديال التيك توك ها تسمحوا لي خاصني نقدم معكم هذا الشيء، لأن من حقكم حتى أنتم تكون الصورة جيدة. غادي ندير داك الشيء ديال البريبولاج، ولكن لأن ها سمحوا لي، اللهم هكذا ولا والو، صح ولا لا؟ اللهم هكذا ولا والو، سمحوا لي. طيب خير إن شاء الله تعالى. المهم هي الفائدة. طيب هل يمكن أن أقرأ على شخص من بعيد بنية الرقية؟ نعم ممكن، ممكن أنك تقرأ على إنسان من بعيد بنية الرقية ويستفيد. هل يستفيد أم لا يستفيد؟ تقرأ عليه بنية الرقية من بعيد ويستفيد بإذن الله جل وعلا. لكن الرقية عن بعد لها تقسيم. أحيانا قد لا يكون العلاج عن بعد للأمانة يعني، لكن قد يحصل به التشخيص والنفع. لا يعدم النفع بفضل الله تعالى، ولكن مسألة تحقيق العلاج هنا تفصيل. لأن أحيانا تحتاج إلى أن يكون المريض قريب منك لتعرف الإشارات والدلالات أو الحوار والخطاب، خاصة في الحالات القوية التي لا تستجيب بسرعة، هي تستجيب أنت بجانبك فما ظنك في بعد عنها. تحتاج إلى نوع من الذكاء، ونوع من الاستحضار الذهني، ونوع من المراقبة والمشاهدة والمتابعة، مفهوم؟ أما مسألة عن بعد ففائدتها مرجوة بإذن الله تعالى، تخفيف، تشخيص، هذا الشيء لا ينكره أحد. لكن مسألة العلاج تتوقف على حسب الحالة. إذا كانت الحالة قوية جدا فيصعب الإنسان يقول أنه سيعالج عن طريق عن بعد، ما يكونش يكذب على الناس، لكن أنه يقدم خدمة ومساعدة فهذا أمر جيد. خدمة ومساعدة فيه أجر وثواب يعني، ما في إشكال. وقد تكون إذا كانت الحالة خفيفة قد يعالجها بإذن الله تعالى بالبرامج وبالموعظة وبالقرآن وخطوة خطوة، وقد تعالج بإذن الله تعالى لا يمنع. لكن نتكلم عن الحالة المعقدة التي حتى في الجلسة المباشرة تكون فيها مشقة وفيها نوع من الصعوبة، فما ظنك تقول سأعالجها عن بعد حتى لا ينخدع الناس ويشتروا الوهم. نعم الحالة قد تكون تشخصها، تتابع، تخف عنها، تفهم ما عندها، تعطيها برامج وما شابه، لكن تحتاج إلى جلسات مباشرة، تحتاج إلى جلسات مباشرة. واللي يقول لك الجلسة معقدة والله غنعالجك في حصة حصتين يكذب عليك، فيديك رزقك، يكيب لك الوهم. لأن مسألة العلاج فيها أساليب، فيها أسباب كثيرة. شوف سبحان الله، إذا كان الإنسان في المباشر ويتقطع غير الصوت، مثلا الصوت ينقطع كيتقطع ذهبت الفائدة. لو كنت تحاضر الجن، تخاطب الجن، تعيط جني، أو في استرسال في الرقية، أحيانا قوة الرقية والتأثير على الكبار يكون عن طريق الاسترسال، السرعة مع الكلمات التي لها قوة وتكون مصبة في قالبها، في موضوعها، في مكانها. شياكت تهرف بما لا تعرف، كتكلم دوي خاوي، كتكلم في الموضوع في محله، وهذه السرعة مهمة جدا في التأثير على العارض. وكل ماشي كتدوي راها في موضعها الصحيح، انت كتولي كتحس بكلمات سابقينك لسانك غادي. فهذه الدبدبات وهذه السرعة لها تأثير واقع. إذا مشيتي حتى أونلاين كترقي فيه وتقطع، كنتي في موضوع كيرجع الصوت كيولي في موضوع آخر، نشاز كيولي شيء غير مفهوم، شيء غير لا يستقيم، غير مربوط، ما يكونش تأثير، وكيضيع الجهد ديالك ويضيع جهد المريض والمريضة وكأنك ما حصلت شيء. هذه كلها من الأسباب التي وجب أن يقف عليها بعض الناس، فهمت كيف؟ طيب خير. الله الله، شيخ طيب، شيخنا عزيز الغالي، هل المواظبة على الصلاة؟ السؤال ده عيد السؤال إن شاء الله. أحلم
يا شيخ حمود، امين. كنبغي نقرا اسئله ولكن للاسف الاسئله كتطلع بسرعه، هذا هو الاشكال. الاسئله كتمشي شويه بسرعه. هل ماء البحر يطوي السحر؟ لو كان ماء البحر يطوي السحر ما وجدت بحارا مريض بالسحر، ما وجدت بحارا مريض بالسحر. أنا كتلقى بحار وفيه عيشة وفيه الغواص وفيه، صح ولا لا؟ لكن هناك تأثير، سبحان الله، ماء البحر، ملوحة البحر، صوت البحر، ريح البحر، له وقع تأثير، له وقع تأثير من الناحية العلاجية. نعم كينفع، ليس لكن ليس كل الحالات. دخول البحر يؤثر وينفع، ليس مع كل الحالات، لكن ليس مع كل الحالات. كمثلا زمزم ينفع، ليس مع كل الحالات. الماء البارد ينفع مع حالات كثيرة لكن ليس مع كل الحالات. فهناك من يتأثر بأشياء ساخنة، وهذا أمر كذلك استثناء احنا عملناه وعالجنا به، كالطين مثلا وكالملح مثلا وكأشياء عالجنا بها وفعلا يقتل بها ويموت أشياء، وقد بينا على بعض المقاطع. لكن ما كما يقول احنا ما كسرنا، شوف لاحظ معايا بلي ما كسرناش المقاطع عليها وما كسرناش الجلسات بها، الرقاس ما مشاوش ليها، ما كايناش. ولكن لما درت اشهار ودرت الدعايه ودرت الفوائد ديال المسبح والماء الثلج، العالم كله الان يعمل الثلج والمسبح والرقاص والمراكز، فهمت كيف؟ غير اعطيكم غير اشاره التقطوها حتى تفهموا ان اصحاب الصنعه قلال لكن اصحاب التقليد فهم كثر. طيب الماء البارد، طيب اصحاب الصنعه قلال صراحه لكن اصحاب التقليد فهم كثر. ولهذا اشكاليه لما الانسان يكون مقلد، مشكله خاص يبقى يتسنى عاوتاني شي حاجه دير انت باش يقلدك، بحال شي ماركه كيجتهدوا فيها اصحاب الماركات كيصوبوا له كيجي كيقلد، كيمشي للشين ولا لتركيا وكيجيبها للسوق، مشكلة هذه. ولكن واش التقليد غادي؟ الله المستعان. طيب الله الله يوفقنا للخير وصافي. انا ماشي ضدهم، بالعكس ينفعوا الامه، لكن غير ما كاينش شي واحد. شوف انا كنعرف العداله وكنعرف الثقه، انت باغي دير هذا الامر على الاقل شي طوق باب الانسان اللي يبينها، تقول له مثلا علمني او اعطني فوائد، فهمت كيف؟ هذه اقل شيء، ماشي انت كتعملها وما تعرفش الاشياء كيفاش هي كيفاش تمشي. طيب بعض المشايخ يقول لا يدخل، السؤال كان مهم ومشى، يقولون لا يدخل اش؟ كنظن الله اعلم قال لا يدخل ربما الجن الى البدن، صح؟ اعيد السؤال اخي. كيف يتجاوز، نحن دائما نقرأ القرآن على الجن، أسئلة كثيرة في تيك توك تطلع بسرعة، شي لو كان مساعدي الآن يكتبوا لي الأسئلة، سبحان الله ينتفعوا الناس، لأن صعيبة كتطلع بسرعة، وقلت لكم قبيلة في الصباح في البث اللي عملنا في الصباح في تيك توك، يعني خاصنا مساعدين صراحة المساعدات. يا شيخ لقد تعبت من الكتابة، طيب أنا معك أخويا، شنو كتبتي؟ رؤية القتال مع الجن. من يرى أنه في قتال مع الجن فدلالة على أن هناك فئات تقاتل داخل الجسد، فعليه أن يستمع إلى صورة الأنفال، آيات صورة القتال، مفهوم الوعظ، تقوية الجن المسلم، وهذا فيه نفع له بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا دلالة على أنه ينتفع. الذي يرى أنه يقاتل في المنام دلالة على أنه فئة معه فئة تقاتل بفضل الله تعالى، وأنه على خير وأنه ينتفع، فوجب أن ينتبه إلى هذه الإشارة ويكثر من استماع آية القتال وموعظة الجن المسلم وتقوية الجن المسلم. الناس كتغفل، يكون معك فئة كتقاتل من أجلك وأنت ما مردتش البال، باش غتساعدها؟ باش غطعمها؟ طعمها بالموعظة، بالكلام الطيب، بالقرآن، بآية القتال، حتى تزداد هي شدة وقوة ودفاع اهتم بها، يعني تقول لها انا جزاك الله خير، احلمت بك تلقيني بآية الكرسي وانا جالس على كرسي في بيتنا، جميل. فرقية حلمت اني رأيتني في المنام اني ارقيك بآية الكرسي، هذه بشرى خير، هذه الحمد لله فيها مبشرات وفيها واعظم آية في القرآن بفضل الله تعالى،
فاسال الله تعالى يرفع قدرك ومقامك. امين، معك ان شاء الله كل المسلمين، اللهم امين. ما معنى ان الشيطان يطلع بصوت البقره؟ اذا كنت كتقرا صوت البقره وتاثر فيها، فالشيطان كما قال محمد صلى الله عليه وسلم ان سوره البقره لا تستطيعها البطله، اي لا تستطيعها السحره، اي سوره البقره لا تستطيعها ماذا؟ السحره، بمعنى انها شاقه وصعبه عليهم، مفهوم؟ معنى انها شاقه وانها صعبه على الابالسه وعلى السحره. فاذا كنت كتاثري بسوره البقره فكثير منها، حاول قاعد تقرايها جوج مرات، ثلاثه اربعه خمسه في النهار، فقد تكون مفتاح البر والخير بالنسبة لك بفضل الله تعالى. طيب، حلمت أني أكل الطعام معك، تأكل معي الطعام، ولكن تأكل معي الطعام، نطلب الله سبحانه وتعالى أن نكون على خير وعلى مائدة واحدة، نكون إن شاء الله من أهل الصلاح ومن أهل كما يقول المغاربة نشرك الطعام، بإذن الله يكون فيها خير إن شاء الله، ولما لا، بإذن الله سبحانه وتعالى فيها مبشرات خير، فيها خير إن شاء الله في أمر الدنيا وربما حتى في أمر الدين والآخرة. لا ما كنعرفكش واش انت ذكر او انثى، لانك اسمك كله ارقام، فهذا جواب عام ان شاء الله. هل انت في المغرب او خارج المغرب؟ طيب، فوائد الماء والسدر. بالنسبه لفوائد الماء والسدر، السدر مهم جدا، ولكن على الناس ان تفهم كيفيه التعامل مع السدر. السدر والنبق، ورق السدر، وبالنسبة لورق السدر يدخل في العلاجات التي يوصى بها، في العلاجات التي يوصى بها، يعني ورق السدر مع الماء له وقع وله أثر طيب على المسحور، والإنسان إذا جربه وتألم فيحاول أن يكسر من ذلك، ولكن الذي وجب أن نبينه وأن نوصله إلى الناس أن ليس كل المرضى، كل الناس يتألمون بعلاج واحد، لهذا تنوعت العلاجات. فهموا مزيان هذا الكلام، الله يرحم لكم الوالدين، باش ما يبقاش إنسان واهم أنه يصحب لي غينفع الناس واحد غينفعوا كاع الناس، لا، خطأ. فبعض الأحيان شيء يسير الناس لا يلقوا له بال، أنت غينفعك، الآخر ما ينفعوش، ولو أنه علاقة بالجن والشياطين، ولو أنه عنده علاقة بالأبالسة، مثل الرقية، هذه الرقية يسمع الإنسان يتألم، الآخر يسمع ولا يشعر بشيء. أشياء قد تكون مشتركة تنفع جميع الناس أو يتألم بها كثير من الناس أو كثير من الجين، لكن أشياء تكون استثناء حتى في العلاجات. هذا ممكن تقول له مثلا اعمل القسط ويتألم، هذا تقول له الحلتية يتألم، هذاك تقول له اعمل العطر الزكي، العطر البارفان مزيان وليت يتألمه. الاخر لا، خصك تجيب واحد كيمشي حاجه البخور والجاوي والسرغينه وداك الشيء تخربق، كيبدا يتقرع وكيتخربق، الريزو كيتلف ليه، شتا كيفاش؟ اذا هاد الامور لها علاقه باتصال الجيني بالبدن، وهذه هي اللي كتدخل فيها التجربه، كيفاش الناس ممكن انكم الناس تعطيه انه شنو هو العلاج اللي هو غادي ينفعو، شنو هو العلاج اللي الدواء مثلا اللي غيكون مناسب له، ماشي اي واحد دواء الناس كاملين هو، يعني الدواء واحد غينفع جميع الناس، خطا، ما يقول بهذا عاقل نهائيا، ما يقول واحد ان كل في البدايه قد نجرب دواء او مجموعه ادويه تعطى لجميع الناس، ولكن يقول لك مثلا انا هذا الدواء شو تعطي واحد ربعه من المنتجات، يقول لك هذا الدواء هو اللي حرقني، هذا الدواء ما بقدرش الناس معاه، هذا الدواء كنحس بك يطلع الشيطان، سبحان الله. لهذا هي فقط رسالة، على حسب نوع الجن ونوع الإصابة يكون العلاج. أحيانا قد يكون مثلا بعض مجموعة من الزيوت تنفع جميع الناس، لأنها يعني فيها اشتراك على فيها مجموعة من الزيوت، يعني أنواع الزيوت اللي كاينة فيها كتوافق تقريبا مجموعة من الجن أو معظم الجن، فمع امتزاجها وأنها مخلطة كتصيب الجني، رائحته كتخنقه، ولما كتنفذ في المسام كتضيق عليه، يعني كتخليه مهدود، طاقته ما كتبقاش. هذه مسألة معروفة، لكن العلاجات الاستثنائية اللي كتكون عبارة عن علاج واحد أو اثنين، لا، كيبقى عنده علاقة بنوع الإصابة.
عنده علاقة كالحجامة مثلا. الحجامة معظم الناس قلوا اعمل حجامة، جيد، حجامة عامة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بها الأطباء، وأثر وقعه ونفعه لا شك فيه، سواء كانت حجابة عادية أو جافة كلها فيها فائدة إذا كانت على يد متمرس، يعني إنسان يفهم فيها أو إنسان تفهم في هذا الأمر. لكن لو قلنا علاجية تبقى على، لما نقول الحجامة علاجية تبقى على حسب المنطقة، على حسب العلة والمنطقة. علاج طبي كيقول لك الطبيب غتمشي للمكان النقطة الفلانية والمكان الفلاني. من اللي كتقول علاج روحي بالحجامة كنقول نوع الجن ونوع الشياطين، هل هي عامة للتشخيص أم للتدقيق وقتل واحد نوع من الجن أو إضعافه في عقاده؟ كتقول لا، خاصك تمشي للنقطة رقم كذا وتمشي للنقطة رقم كذا، وأحيانا كتمشي للنقطة حساسة جدا عند النساء بين النساء، ولا بد يكون فيها الحجامة، لأن لا بد، وهذه ربما يمتنع عنها الطبيب والطبيبة منعا باتا، يقول لك ما يمكنش، هذه خطيرة جدا وربما محظورة، ولكن نحن كنصنعوها وكنديروها، ولكن نفعها 100% موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. تقطع صلة العاشق بالمرة، وصلة الذي عقد الرحم على الإنجاب أو النزيف والاستحاضة، يعني هذه تبقى أسرار علاجية، تبقى أسرار علاجية. فلو قلت الإنسان عمل حجامة جيدة في الصرع وجيدة على الجن وجيدة على المس، هي كلام عام وكلام سديد، لكن تحديد النقطة والمنطقة يختص بنوع الإصابة ونوع كذلك الجن المتلبس، هنا كيبقى سر آخر. كذلك في العلاجات، إذن هذا لابد أن يفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أين يوضع الثلج؟ الثلج يوضع على حسب المنطقة، ماذا مما تعاني، ماذا عندك بداية، لأن تنظر إلى الثلج ووقت وضع الثلج، هل من البداية أم وصل في النهاية، وهل يوضع على عضو واحد أم على أعضاء، وهل على سائر الجسد، والوقت الذي يوضع فيه، وأشياء يعني هذه كلها خاصة تفهم بإذن الله، لأن الناس ممكن تعالج نفسها في نفسها في البيت. مسألة الثلج ماشي صعبة، الإنسان ممكن أنه بفضل الله تعالى يعملها وحده في الدار، ماشي إشكال، يعملها بفضل الله بنفسه في الدار ماشي مشكل، لكن غير يعرف طريقة التكيف مع الثلج ووضع الثلج والوقت اللي وضع فيه الثلج والمدة اللي يكون الزمنية. وماذا لما كتقول الإنسان هذا الشيء اللي درتيه راه يوقع لك كذا وكذا، يصبح عنده امر عادي انه يعني يتوقع ما سيحصل له. لما كنعمل واحد الدواء والطبيب كيقول لي مثلا راه ممكن يوقع لك كذا وكذا، كتجي عندي امور عاديه، لان قبلها اعطاني الطبيب بعض الاعراض الجانبيه اللي غتوقع وكيف اتعامل معها. لكن لما ما كيعطيها شيء الطبيب ماذا كيقول لك؟ عندي شك، ياك ما اصبت بمرض عضوي، ياك ما انا عندي الان مشاكل اخرى، ياك ما كذا، لان ما عندكش متمرس وخبير معك وانت وحدك، والشيطان يستغل هذا فيزرع لك الوسواس والخوف والشك، ويديك واحد مساله اخرى، وقد يستغل الجهل وياتي الشيطان بحرق التهاب في الجلد او حرق في الجلد او ما شابه. اذا هذه الامور كلها واجب الناس يفهموها في باب الثلج، الثلج مهم وعلاجه اكيد وفعال، لكن يبقى طريقة استعماله، دير الثلج صافي وخليها مطلوقة، لا، هذا من العبث، لا يمكن. كان واحد يقول له اعمل الاستفراغ، الاستفراغ مزيان، يوميا يعمل الاستفراغ، يوميا ولا يعمل الاستفراغ ولا يلقي شيئا. وقلتها كم من مرة، الأمر لا يرجع إلى الاستفراغ، إنما يرجع إلى ضرب الشيطان الساحر الذي يأتي بالمنام ويعقد على البطن، ولهذا الناس تستفرغ دون استفراغ أثناء الرقية لما تفك العقل على الساحر الذي كان يسحر ويعقد البطن والمعدة والأمعاء والأحشاء وما شابه. لكن هل الاستفراغ مهم؟ الاستفراغ لا شك أنه طب قديم جدا قبل الإسلام وفائدته معلومة، لكن لما يكون بقدر، لما يوضع في موضعه الصحيح، ليس يطلق على اطلاقه سيري ديال الاستفراغ، او واحد كيبيع الناس الاستفراغ، ليش تعدوا؟ خاصو يعمل الاستفراغ، ويوميا الاستفراغ، يوميا الحجامه، يوميا الثلج، ولكن حتى حاجه ما تحط في بلاصتها، استنزاف للقوه وللجهد وللطاقه النفسيه والماديه واشياء كثيره، والتحصيل ربنا خلق سامي، هذه مشكله. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما تفسير رؤيتك في المنام بلباس أسود؟
باتمان زورو هادشي اللي عندي هاد الساعة، إما باتمان إما زورو. واش غادي نقول لك؟ اش بغيتي نقول لك اختي؟ اما باتمان اما زورو. تعرف زورو شكون اللي كيتفرج فيه؟ هادشي اللي كاين. الله المستعان، الله المستعان. طيب خير ان شاء الله. الله ينور حياتك ويسعدك اخي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. رأيتك في المنام. رأيت في المنام. اسمع نجاوب السيدة أخويا، بقاو معايا. مش السؤال، الله إلا بغيت نجاوبك أختي. قد رأيت في المنام، أعيد السؤال العظيمين غادي السؤال. سبحان الله كثرت الأسئلة. طيب هل دائما، دقيقة، هل دائما في بحث مفاتيح الحالة البحث يبدأ بالكبير أم بالصغار؟ مهمة، السؤال جميل. أما كلا بمهمته أم وكل بها، كيف وكل بها، أو كل وكل بها يعني بمهمة أو كل بمهمته التي وكل بها. وهل نحتاج دائما أن نستخدم مفاتيح تقوية الفئة المؤمنة؟ هل يختصر علينا الوقت؟ وهل يجب أن نفكر باختصار الوقت؟ وهل تفكيرك في كل حالة ثابت أم متغير؟ جميل، سؤال جميل. سمعوني مزيان، السؤال جيد لأنه في فائدة، في فوائد. بالنسبة بداية، هل دائما في بحث مفاتيح الحالة البحث يبدأ بالكبير أم بالصغير؟ هذا تقتضيه الحالة وتقتضيه الضرورة والطارئ الذي يقع أمامك، أمام ناظرك وأمام عينيك في أثناء ممارسة العلاج مع الجلسة. بحيث تبدأ الإنسان الراقي لا يعرف من سيصعد بداية، لا يعرف من سيصعد بداية. حينما يأخذ الحالة ويبدأ في القراءة عليها، هو لا يمكن عقديا وشرعا وعقلا أن يقول لك الراقي أنا أعرف الموجود داخل الجسد وسوف أستل الخيط من الأول، سيصعد عندي حمو هو الأول، ولكن حمو راه هو صاحب الرتبة وغيطلع منه باش يا حمو أقوى رتبة، وغادي ننزل عاد ميرا وكنغلقاو الحية حتى هي السامة راه بالمربية وبالعشق أصبحت حتى هي قوة قوية. وملي غيسلم هذا غتقول لك أنا مبغيش نسلم معاه، كنت مع أمريكا في الكفر، ولكن ملي سلم لا يعنيني. لا، ما يمكنش يقول لك هذا التفصيل. لهذا التفاصيل الجزئية الدقيقة تختلف باختلاف الحالة. هذه أشياء كامنة داخلة مخفية مع الحالة، صاحبها لا يعلمها والراقي لا يعلمها. يعلم الراقي من خلال حنكته وخبر تجربته تقسيم، يعني ما قد يكون ليس بالجزم. الجزم لا يمكن أن يصدر من راقي شرعي نهائيا، إنما بغالبية الظن بواقع التجربة والخبرة يبني عليه ما يفيد، وبالتالي يصعد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هو لما يبني بغلبة الظن بالخبرة والتجربة على أن هناك رتب لعاشق، لملك، لشيطان، لساحر، لخدام، لحية حاسدة، لمربية وما شابهها، لسلالة، لزورية، يبدأ يعطي المفتاح، يلقيه بالكلمات، بالوعظ، بالآيات، بالكلمات، وهذه لها وقع على الجسد يتفاعل معه كل جسد باختلاف القوة التي في الجسد. هذا قد يتفاعل معه فتكون قوة الضعاف القوي مستميت يريد أن يحبس الجميع ولا يصعد أحد. في جسد آخر قد يفر بجسده ويجعل الصغار يصعدون. في جسد آخر يقول لا، أنا أحميكم وأنا من أصعد أدافع عنكم حتى أبين أنني أنا ربكم وأنا سيدكم وأنا القوي الذي تتحدى هذا الراقي الذي يقول أنه سيخلصكم وسينجيكم. على حسب التفاعل الداخلي أو على حسب الفئات المسلمة، أحيانا تكون مقيدة مسجونة فتتأثر بالوعظ والبيان فتصعد مستضعفة، أو تصعد قوية مستميتة محاربة، وهكذا. لكن خلاصة الكلام أنه يبدأ في فتح الشفرات، فمن عليه أن يفهم كيف يقدم ويؤخر من خلال ما يراه من حركات، من إشارات، من تمتمات،
من يعني زفير شهيق وما شابه، كل هذه لها دلالة على وجود التقديم والتأخير. أحيانا التقديم والتأخير لا يكون بباب الكلمات ومن باب الاعتراف، إنما يكون من باب ما يراه يطرأ على النفس، أو إشارة في اليمين أو يخطئ في الشمال، فهو يبدأ يحرك رح القتال مع الفهم والذكاء، فيصعد ربما ذاك الذي كان مقيد، أو يصعد ربما ذاك الذي كان خفيا كبيرا قويا، حيث الكلمات تدل عليه. فحينما يجد خيطا ويؤكد على هذه الكلمة يتهز ذاك الذي خصت به الكلمة، يصعد بها بفضل الله سبحانه وتعالى، أو قد يصعد مستضعف لكن حاول أن ينطق وحاول أن يتكلم ما استطاع، فيصعد من هو أقوى منه يواجهك ويجاملك بالكلمات على أنه صاحب قوة وصاحب بأس وشدة. إذن مسألة الصعود يكون صعود مسألة التشخيص هي التي يبني عليها في الصعود، لكن من يصعد لا يجزم بها الراقي إلا في غال إلا في أحوال قد يكون عنده أن هذه الأمة يصعد فيها فلان وأنه يتحدى، يكون معلوم عنده أن فلان يصعد أبن حمو باش حمو ميمون يصعد مثلا، وتقولها دائما يصعد عند الرقاة ويواجههم ويخفي من بالداخل، يعطي الكلمة مباشرة إلى هذا الكبير فيصعد لأنه اعتاد أنه ألف أنه يصعد، لكن صعوده يكون من أجل أن يعرف منه الأسرار الكامنة داخل الجسد ولماذا هو دائما يصعد ومن معه، ويكون الانطلاق في الغوص والبحث عن البقية بإذن الله سبحانه وتعالى. أما هل التفكير يكون ثابت أم متغير؟ لا، الراقي المجتهد يكون تفكيره متغير ليس ثابتا، ثابت في ناحية المنهجية، من ناحية العلامة والدلالات، من ناحية الاجتهاد، من ناحية الاندفاع، من ناحية الإخلاص، من ناحية أنه لا بد أن يواجه الصعاب حتى يصل إلى الحق وإلى يعني كشف الحالة، لكن ليس له قاعدة، ليس له أنفاس ثابتة بحيث أنه عندي واحد خطة واحد جوج ثلاثة ما تيسرتش لي صافي حبست، لا، هذا يكون إنسان مقلد وغير ملم بخفايا الجن والشياطين. هل في تدرجك مع الكبير المعاند هل تحاول أن تتدرج معه مثل حبة السكر في الأدية؟ كيف؟ اسمحوا لي السؤال ذهب السؤال، سبحان الله العظيم، أسئلة كثيرة. طيب عفوا، صحاب التيك توك والله لا عذروني، كنبغي نقراو الأسئلة كثيرة وكتمشي بالزربة، كنبغي نأكد على شي سؤال إلا كان قصير لأنك شكرا شكرا على القبعة بارك الله فيك. طيب الناس التي لا تحلم، سؤال مهم. شوف مسألة الناس التي لا تحلم، هو الناس راك تحلم لكن هناك من يخفي وينسي ذاك تلك الأحلام، خصو نتفهموا هذه المسألة، هناك من تخفي فئة تخفي تلك الأحلام حتى لا تظهر جمع المصطلح ياك اللي تحبسي سيد هكذاك زين اي 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 بخير ان شاء الله ما عندك القليب برك يعني يدي البوصلاج وهذه مشكلة. طيب خير، الله يثبتنا على الشهادة واختين يا خوي. طيب خير، ما السبيل لتفادي انتقام الجن من المرض خلال فترة العلاج؟ نعم، سؤال مهم جدا. ما السبيل لتفادي انتقام الجن خلال فترة العلاج؟ إذا من خلال السؤال يفهم أن هناك قد يكون بعض الجن والشياطين والأباس انتقام أثناء فترة العلاج، نعم هذا وارد ويكون وقعه عظيم جدا عند كثير أو عند حالات كثيرة تتعرض لانتقام الجن. انتقام الجن يختلف، في بعض الأخوات مسكينة تتقرب توصل للعلاج جهة انتكاسة، يخرجها في الشارع، تغيب على أسرتها وعائلتها ما يلقاوهاش، هذه كلها من أنواع الانتقام، أو تبغي تقتل راسها، تبغي تنتحر، أو تصبح كارهة للعلاج، رافضة الكتاب والسنة وللراقي نهائيا جملة تفصيلا. أنواع الانتقامات للجن والشياطين فهي كثيرة جدا لا حصر لها، لأنهم يجتهدون في هذا اجتهادا عظيما، فكيف نوقف هذا؟ اسمعني مزيان، حتى توقف أذية وتسلط الجن والشياطين يحتاج إلى أمرين اثنين. الأمر الأول
هو لابد أن تقطع شوطا عظيما بشكل سريع مع هذه الحالة. كيفاش؟ كيف ذلك؟ لابد أن تقطع شوطا عظيما قويا سريعا حتى تخمد تلك النيران وذاك الحقد والغل الذي عند الشيطان، يصبح نسبية التوازي، نسبية التوازي بين فئة، بين طاقة الإنسان والفئة المسلمة، أو أنك تقلل من غيظه وحقده بجلسات تكون في المستوى، فيصبح يركن مع، لا زال كافرا ولا زال مكابرا ولا زال محاربا، لكن ضعف قتاله فلا يرجع بالبأس والشدة والانتقام السريع جدا على الأمة. وهذه من الأمور الخطيرة جدا التي يقع فيها كثير من الناس دون وعي منهم وإدراك أو معالجين، فيصبح ذاك المريض عرضة للتلف. وهذا الشيء باش تحقوا كنقول لكم لابد انك تقطع معها شوط في العلاج. اللي كيمشيو جلسه وحده ويذيبوا وعندهم هذا المشكل، المشكل كبير، واللي كيمشيو جلسه وجلستين وما كاينش وقع التاثير، وثم لما يرجع يحس بالالم وبالعذاب والتعذيب، عندهم مشكل كبير. لذا خاصهم يجدوا بعض الله المخلص، بعض الله سبحانه وتعالى، لان طاقتهم محدوده، خاصهم احد لينجيهم بعد الله سبحانه وتعالى. والا غادي يستغلها ابليس ويقعوا في مشكل، ما يجي عند الراقي حتى يعمل له حادث او يضرب لحمه او تطلق او فتنه مع الوالدين او فساد او محق مال او جراحه او مرض مستعصي او شبه جنون او خروج من البيت، كل هذه انواع من الانتقام. بحثيش في غليله وقل له بغيت تعالجي الان انتقم منك، بغيت الان انتقم منك، ما غتلقاش سنت باش تمشي تعالج، درهم ريال ما تلقاش باش تعالج، الفرانك ما تلقاش. أو يقول له ذاك الزوج الذي هو معك غنخليه يكرهك وبأشياء تكون يراها بعينه ويستشعرها بقلبه وبفؤاده. ذاك الوالد اللي وقف معك غنخليه معرة ومسببك يتسب، يعمل لها مشكل اغتصاب، يعمل لها اعتداء، أشياء لا تخطركم على بال، أو آلام أو أحزان هي أو استحاضة، أو هذه أنواع من الانتقام ديال الجن والشياطين. أي نعم. أو تصبح كارهة للقرآن، كارهة للصلاة، كارهة للرقية. والاب تاعها يقول وانا تبدلت انت كتعالج وكرهات زوجتي، حتى انت كتعالج والان اصبحت كارهه، ماشي هي ذاك الذي فيها انتقم، بنى حصون وجدد اشياء وخلاص تمكن منها، لانه علم ان الحرب قويه جدا وعظيمه، علم انه اوشك على الانهيار، اوشك على الهلاك، فلا بد انه يخرب ولا بد ان يصد وان يحجب ويمنع. اذا شنو الحل؟ الحل والضربات السريعة وجلسات معمقة باش تحد فصل لهذا العدو، تكون سريعة قوية وسريعة حتى تقف عند واحد في الوسط الطريق، وصبح الإنسان عنده طاقة أن يتحكم فيه، الفئة المسلمة عندها طاقة أن تعاون سواء نفسها أو تعاون ذاك الإنسان أو الإنسية المسلمة. إذا ترجع المسألة إلى الاجتهاد، واضحة؟ واضح. طيب خير، الشيطان ما الحل في سحري مع سحر ليس عمل الأم الجنازية؟ هذا عندنا جلسات كثيرة كثيرة بزاف عندي، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من دول كثيرة موجود، يعني لابد من الرقية. قصة الشيطان خاص بهذا ويهتدي ويخرج بإذن الله جل وعلا، لكن كتكون أسهار تحتاج إلى جلسات قوية، سحر الربط اللي تعمل الأمهات قديما للبنات حتى لا يعتدي عليها العائلة أو الجيران أو الرجال، هذا موجود. كتقول لك ملي تكبر أنا نحلها، أنا غنحل هذاك الثقاف، وكتموت هي وما كيتحل ما والو، وربما تبقى حية وتحلو ما تعرفش تحلو، كاين مشكل. وأصلا ولا يجوز، واخا تقول أنت غتحلي هذا لا يجوز، هذا ظلم وهذا استعانة بالجن والشياطين، والله المستعان. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. شيخ اثناء الرقيه بكاء بحرقه، واحيانا اثناء الرقيه بتخدير، واشارك وترفع بآياتك تعطيني تشخيص من فضلك يا شيخ ساعدني. بكاء وحرقه واحيانا اثناء الرقيه النوم تخدير وترفع اشارات. كل الاشارات كترفعها، عود والنصر.
التوحيد فئة، عندك فئة المسلمة وعندك قتال داخل الجسد، وأنا اللي أنصحك به هو النصيحة العامة، تبقي تسمعي للرقية، الرقية المطولة والقوية، الحي العاشق كيف ندمر حصونها وعرشها أعزك الله في العورة. شوف أخي تميم، بالنسبة للحية العاشقة كيف تدمر حصونها وعرشها في العورة، أنصحك بالثلج بداية، ربما يكون هو أيسر وأسهل طريقة أو أسلوب، أنك تعمل الثلج على العورة، يعني تعمل مسبح في ماء بارد وتركز على الشق السفلي من جهة العورة، القبل والدبر، وتضع الثلج على القبل والدبر، وتستمع إلى صوت يوسف، أو ركز على أي الذمة الفاحشة، وثم العين المعجبة، ثم رقية العاشقة، سواء من الصبا والصغر إلى الكبار، غادي تعذب أخي الكريم، غادي تنتفض، غادي تضرب، ولكن تصبر، لا بد أن تصبر، لأن لا بد أنها تشعر بنوع من التعذيب وتفك عقدها في العورة. إما توصل للمستوى خلاص هي تبدأ تفكر في المغادرة، أو على الأقل تبدأ يعني تخف حدتها وتبدأ تفكر في كلام الله سبحانه وتعالى وفي الوعظ. أما إن لم يصل إليها التعذيب تقول هذا ملكي لا أحد يأخذه مني، إذا فأدعه مع خالقه، يقرأ القرآن، يصلي، لا يضرني ولا يهمني ذلك. والتقوى هي بأحوال، هي تعلم كيف التقوى بنظرة أو بعادة أو برؤية، هي تعلم كيف التقوى في غفلة منك التقوى، أو بإرادتك التقوى، أو بإشارتها إليك، إلى عصبك، إلى مخك، إلى بصرك، إلى عورتك التقوى، أو في الاستحمام في الحمام التقوى، هي تعلم كيف التقوى، وتصبح أنت دائما العمر يمضي وكتجتهد وكلا تصل معها إلى حل. فلا بد من أسلوب التعذيب، التعذيب ثم الترغيب، هؤلاء لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، تعذبها بعد وعظها، وبين الله يقول احنا كنعذبوك باش نوعظوك باش نرغبوك باش نهديوك لله تعالى. اذا تحتاج الى انك تصبر اخي الكريم، والا تبقى دائما هي المستفيده، تاخذ منك ما تريد وتعذبك وتحرمك. فهمت يا خويا؟ اذا هذه النقطه اللي غتعملها ان شاء الله تعالى فيها نفع كبير لك، وتذكرني سوف ترى فرق كبير كاع السنوات التي مرت في علاجك مع العاشقه بهذه الخطوات، ترى الفرق الشاسع، الفرق الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى يتجلى لك، سيتضح لك فرق عظيم جدا من خلال هذه الطريقة، تؤكد على العاشق بالاستماع إلى آية الذم الفاحش وصوت يوسف والعين المعجبة ورقية، وكذلك وضع الثلج على العورة قبل في القبول والدبر، وتصبر سوف تتعذب، لأن حين سوف يتجلى لك السر، هل هي وحدها أم مع غيرها، وهذا هو اللي يحصل عند كثير من الناس، لا بد لك من الصبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب طيب خير، نرجع للتيك توك نشوف. طيب الطيار هل يتأثر بالثلج؟ نعم الطيار كذلك يتأثر بالثلج. الغواص، لا تظن أن الغواص حينما تسمع الغواص لأنه هو في الماء يتأثر بالثلج، لأنه في الماء ما يتأثرش بالثلج، طبيعتهم حارة، طبيعتهم سامة، يكون طيار، يكون غواص، يكون ترابي، يكون ناري، يكون هوائي، فهم شياطين من النار، ولو يكون كهوك يعيش في الثلج، الحية دائما في النجاسات، لكن حارة سامة، تعيش دائما في المجاري، تعيش في الدماء، تعيش في الأودية، في الآبار، في البحار، تتأثر. طيب لا يستقيم، ويقول لك أنا معتاد البرد، ولو أنه معتاد البرد لكن يتأثر بالثلج، يطير يتأثر بالثلج، حارسة، وهكذا يكون قرد، يكون ذئب، يكون أسد، يكون ثعبان، يكون الكل يتأثر بفضل الله سبحانه وتعالى، الكل يتأثر بفضل الله سبحانه وتعالى بالثلج. الثلج هو قاسم مشترك يتأثر به كل أنواع الجن، لكن درجة الحدة والشدة اللي يتأثروا بها هنا فيك الاختلاف، يتأثرون
لكن بعضهم يكاد يموت ويخنق ويحرق، والبعض له جد وصبر. مفهوم؟ البعض لابد مع الحرق تكون أساليب أخرى، البعض يكون الماء البارد، البعض لابد يكون أن يصب على جهة ويبقى وقت طويل، البعض لابد حتى يعمق الجسد. هذا تقنيات تكون مع التجربة، لكن مسألة الماء كله الثلج نعم ينفع، ينفع وينفع ويؤثر بفضل الله سبحانه وتعالى. شيخنا، صورة النساء، أعيد السؤال، أعيد لنا نصعد. أقرأ سورة البقرة، اسمحوا لي كما أقرأ الأسئلة ولكن كتطلع. أقرأ سورة البقرة يوميا، الأخت تقول في تيك توك، تقول خويا ربي عملت لقيت العاشق وعملت الثلج وعلى الرحم، الغد ليه لقيت شكل جنين على بطني، مع العلم أنا ماشي متزوجة. عادي، خذيها بروح رياضية، خذيها بروح رياضية عادي، في كل مشكل. لقيتي شكل جنين مرسوم ولا البطن انتفخ؟ واش لقيتي مرسوم؟ لقيتي مرسوم عادي، كأنه يعطيك إشارة وأن أنت لي وأنا لك، وبيننا الوليدات، ودرنا درنا البنين ودرنا البنات، وما تخلي عليا. يقولك وانت دابا بغيت تفرقيني، ماشي حشومة عليك، ما بقيتش فيك. ايوا، هادشي اللي كاين، وهذه دلالة انك لابد تأكدي على هذا العلاج وتستمري عليه، لان هناك من وانت باقي ما متزوجاش، يعني يعطل عليك الزواج، ويعطل عليك الانجاب والذرية، خاصة يوميا، لكن مؤخرا لست اشعر. ما سبحان الله. طيب شيخ، رأيتك في المنام وطلبت منك الموعد ولكنك أعرضت عني. أخويا شنو نقول لك؟ إن شاء الله بفضل الله تعالى ما نعرضش عليك إن شاء الله عز وجل. لن أعرض عنك، غادي نعرض عليك بالمغربية، يعني تجي إن شاء الله عندنا بإذن الله ونعالجك إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تعالى الخير كله بإذن الله ولكم، والتوفيق منه ولكم يا رب العالمين. طيب. انا خذيها بروح رياضيه، انا الوقت تقول لك ان انا عملت الثلج ولقيت شكل جنين على بطني، شنو اقول لها مسكينه؟ كان الله في عونها، يعني تاخذها بشكل عادي، ما تتاثرش نفسيا وتزيد في الاشياء، تقول الحمد لله انه بان هذا الشيء. انا نقول لك الحمد لله انه بان هذا الشيء، وتزيدي بفضل الله تعالى اجتهادا. الحمد لله ان هذا الشيء بان، وتزيدي بفضل الله عز وجل اجتهادا. صح ام لا؟ طيب خير ان شاء الله. احد الاخوات كتكتب لي اني احلم بالبراز، وكما كيكتب دائما كنقراهم. اخي، متى تاتي الى الجزائر؟ والله اشوف، انا لست مانعا ولا ضد مساله السفر، لكن الظروف هي اللي كتحكم صراحه، الظروف هي اللي كتحكم. الجزائري ما شاء الله بزاف في تيك توك، ما شاء الله ما شاء الله. يعني مؤخرا كتجدي صعوبة في قراءة سورة البقرة، قالت انها كتقرأ البقرة يوميا، لكن مؤخرا تجد صعوبة في قراءة البقرة، يعني هي معتادة انها تقرأ سورة البقرة يوميا، لكن مؤخرا انك تجد صعوبة في قراءتها. طيب، السؤال المنطقي، لماذا أصبحت تجد صعوبة في قراءة سورة البقرة؟ مع أنها كانت تقرأ بشكل عادي. هنا يحيلك على فهم أن قراءتك للبقرة يوميا وصلت لدرجة أن لم يعد يقوى على مقاومتها، وبالتالي يصدك عنها أو يجعلك الضيق وعدم الراحة والرغبة، وبالتالي لا بد أنك تواصل الآن القراءة وتضاعف القراءة، لأنك وصلت الآن إلى الهدف. الآن ملي كتبغي تجاهدي بيكون صعوبة، تما فين كاين الأثر القوي والعميق بإذن الله عز وجل. فهمتي؟ الآن وجب عليك أن تضاعفي الجهد بإذن الله، غتتبعك رؤى ومنامات وأحوال وغرائب وعجائب، الآن وصلتي للهدف بإذن الله عز وجل. الآن
لا بد بإذن أنك تواصل الاستماع إليها إن شاء الله عز وجل، أو القراءة بإذن القراءة تكون أعظم من الاستماع، الاستماع فيه فضل لكن القراءة أفضل. طيب شيخنا الفاضل نعم تحت رحمة الله تعالى أقسم بالله العظيم. طيب ما فهمت إن شاء الله، ما فهمت أخي الكريم. طيب ما فهمتش أخويا يوسف، يوسف أتمنى أن تكتب لي ما الموضوع أنا باش نفهم. شيخنا أرى حياتك الخاصة في المنام، كيفاش حياتي الخاصة في المنام؟ اسمعي لي أجي نقرأ الشيء اللي كتبتيه يا أختي. هذا الشيء هذا عالم الجن، الله يرى عالم غريب. بغيت نقرأ السؤال تاعك وما عرفتش يمشي ليا، أنك تقرأي كتشوف في حياتي الخاصة في المنام. صافي كملات زيد زيد بنا السؤال. إني أرى شيخنا أرى حياتك الخاصة في المنام، وحتى ما سيأتي الله الله ها حتى السؤال فينا كيمشي والله لا كيمشي، حتى ما سيأتي شنو جاي؟ نقلب هذا باش هو فات. ما عرفت على تخمامي ما يأتيني به الله. بس نجيب واحد الكارطة، واحد الرامي عندي نقلب واحد الكارطة نقلب عليها. ما عرفت نقلب بها تخمامي ما يأتيني به الله. ما يأتيني هكا 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 نطلع. صافي كملات وزيد اختي قري لي شنو قال لي شنو جايني. عندك تنساق وراء الجن والشياطين، اياكم ثم اياكم انكم تنساق وراء الجن والشياطين في هذه الالعاب. عندكم كي راح بعض الرقاة تدخلوا في هذه المتاهه بحكم اننا انا مخاوي وان عندي الملوك والجن والزهريه ومعايا الملك الابيض والملك الازرق والملك الكذا وغيجيب لي الاخبار، وبدو كيتيقوا هاد الامور كيصدقوها ويروجوا ليها مشكله عظيمه جدا. طيب ما الفرق بينك وبين الشواف والعرافه؟ ما الفرق بينك وبين العرافه؟ اذا كنت تقول انك تعلم ما في غد، غتعرف تنبئ الناس بالمستقبل، انت شنو انت قلتي شوافه؟ غير شوافه شويه من فهمت كيف؟ هذا لا يجوز، هذا كله لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام لا يجوز. الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى حتى ان كان فيه جني وبدا يقول للناس انت فيك وانت فيك، خصو يسكتو ما يدخلش في هذا الباب. ان بعض الاخوات الجني فيهم دار لهم مشكل، تصبح تعلم انك تعلم الغيب وانها عندها الفراسه وانها هي عندها الخوارق وتعرف كل واحد تقول لك نقرا النوايا وكنعرف انا كذا، هذا تنطع ما انزل الله به من سلطان. هذه اشياء كتسقط مروءة وعدالة الإنسان، يصمت. ولا كان شي واحد في عائلته فيه الجني بزاف كيتكلم هنا ولا يحاول يسكتو وما يستغلوش، يقول له شنو في خالتي؟ شنو في عمتي؟ شنو في جدة؟ هذه حوال الطقس هذه ولات الأعصاب الجوية. غدا سوف تكون صحوب كذا مع بعض زخات بطارية وغدا ستكون الجو صافي. مشكلة يعني مشكلة. ما تفسير وجود بقع خضراء تميل الزرقاء بعد كل قراءة البقرة؟ الكدمات هذه التي تظهر دلالة على وجود المس، دلالة على وجود المس. الإنسان اللي كيف يقرأ بقع زرقاء وبنية وخضراء وألوان وعجائب وأحجام، دلالة على وجود المس. خا يكون الإنسان يقول لي ما كانت تصرعش، لا أصرع، لكن عنده. ولو تكون تقول لي كانت في قديما ولم تعد، أنت عندك المس. تقول لي لا، بعض الاحيان الانسان يشك، احيانا ضربت نفسي مع 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 الطابله مع مائده، ضربت نفسي مع جدار. ما انسان كيحاول يغلب يبغي يقنع نفسه باشياء. كيفاش غتضرب نفسك مع طابله وهي في الداخل في تخطيك من الداخل؟ كي غدير لها من من, من من الخلف مثلا. كيفاش انت ما لم توحد ممسك لم يؤذيك احد وتجدها فيك؟ خاصك تفهم ان الجن تاتي بهذه الكلمات، تاتي بها ومن علامات الجن. هذه من علامات انك ممسوس، ان عندك المس. هذه من العلامات القويه الخفيه ان عندك مس في البدن. خاص الناس تفهم هذه الخطوات.
الله يجزيكم بخير، أي امرأة كانت تأتيها هذه الكلمات راها مريضة، أو فيها الآن راها مريضة، حتى إن كان رجلا، حتى بعض الرجال كتأتي هذه الكلمات، فدلالة على وجود المس، على وجود الجن والشياطين، يعني أنت مقيوس، أنت ممسوس، أنت فيك الجن. ولا تقول لي لا ما كنطيحش ما كتأثرش فيك. تلقاها في صدرك، تلقاها في بطنك، تلقاها في فخذك، تلقاها في يديك، تلقاها في رجلك، تلقاها في ظهرك. كنتي كتلقيها دائما او قديما احيانا، انت مريضه، خذوا مني اليقين، انت مريضه. ما تقول لي لا الطبيب قال لي لا ربما الكذب قال لي كذا. انا اقول لك وصيه مجرب واني لكم ناصح، انت مريضه صافي، او انت مريض. لا اله الا انت، حلمت اني كنطلع الشعر من فمي، خير، اي شيء الانسان كيخرجه من جسد تاعو فهو خير. لكن دلاله خاصك تسمعي الرقيه، خاصه الماكول والمشروب والشيطان الساحر. الماكول والمشروب والشيطان الساحر. تسمعي لهم باذن الله سبحانه وتعالى. هذه الله تعالى حبك وعطاك هذه الرؤيه وهذه المبشرات قد تكون خير، لان احيانا الناس في المنام يخرجوا اشياء وقد خرجت حقيقه في العالم الاثير، في العالم الاخر. تكون خرجت بفضيله تعالى حقيقه. منا ونعمه من الله ساقها انها ترين انك اخرجتها وخرجت، وهي في الحقيقه خرجت، تكون في الحقيقه باذن ازالها الله. لماذا نجد بعض الاسر محسوده اكثر من غيرها؟ انا اقول لك علاش بعض الاسر محسوده اكثر من غيرها، لانها تلاقت مع الناس ما كيخافوش الله، أو ربما من الله عليهم وسط مجتمع محروم من أمور من الله بها على الآخر. الحرمان ماشي هو فقط المال، الحرمان كي حرمان ثقافي ديني أخلاقي سلوكي، بشاشة قبول، كاين كاريزما، كاين سلوك، كاين أشياء كثيرة يحسد عليها الإنسان، ليس فقط هي تجليات المال، الصورة ديال المال. كاين الناس اللي عندهم المال وكيحسدوا الناس ما عندهمش المال، لان هو عنده المال كي ما عندوش الهيبه، ما عندوش القبول، ما عندوش الوجاهه، ما عندوش الكلام، ما عندوش الفصاحه، ما عندوش الابتسامه، ما عندوش الاسره، ما عندوش البيت، ما عندوش الناس يحبوه، هو عنده المال، لكن يحسد الناس اللي ما عندهمش المال اقل منه. وخاصكم تعرفوا هناك من عنده المال ويحسدون من اقل منه مرتبه المال، لكن عندهم اشياء اخرى. عندهم بر الوالدين، عندهم ابناء صالحين، عندهم وقلبه مريض، يريدها هو يريدها كاملة له، ما عمرك تكون كاملة. ما عمرها تجي كاملة، هو يريدها كاملة له، المال لي وتكون العزة لي وانا اللي يكون في الأسرة معزز وانا الناس اللي يجوا عندي. وكتلقى الناس كيمشيو عند من أقل منه مالا ويستشيرون معه ويعطينا قراره ويحبونه ويأخذون بكلامه، وهو صاحب المال لا يلتفتون اليه، وربما لا ياخذ نفس العزه والهيبه والاحترام الذي عند اقل منه مالا، سواء كان رجل امراه. هنا كيخلي الحقد والغل والحسد، لانه باغي يكون هو كل شيء، رب كل شيء وملكه والعياذ بالله. فهنا كتولي اشكالات. اذا اسباب الحسد بين الاسر ليست متوقف على المال فقط، على اشياء كثيره جدا، على اشياء كثيره جدا. يعني كتكون اسره يظن الناس بها قلة وزلة على الدوام، بسبب من الخالق الرازق ترتقي بفلان بزيد أو بعمر، ترتقي بين عشية وضحى، الأعوام تأخذ بعضها بعضا وتسارع الأيام وتطوى كي تبدأ هناك فوارق التي كانت تتلاشى، ويصبح هناك نوع من التسوية، أو نوع من يعني المضاهاة، أو نوع من القرب. هنا كيجيب الغل وكيجيب الحقد ويجيب الحسد، لان البعض الاسر تبغي اسرها تبقى كالعبيد، تبقى تشوف فيها نظره الدنيه، نظره الازدراء. فيوم ييسر الله تعالى اطفالا وشبابا كبروا وشبوا واخذوا بابيهم وبامهم وارتقوا باحوالهم واصبحوا احسن مما كانوا، الذين كانوا ربما يقللون من قدرهم من شانهم، كيولي الحقد والكراهيه، لان لابد ان نرى بعض الناس دائما في الدون. لكن شاء ربك ان يعز من يشاء، فتصبح البيوت قديما كانت ليس فيها حسد، لان كان فيها من قلبه مريض يشعر بالفوقيه وبالعلويه وبالرتبه، ها والناس يشعر تحتهم بالازدراء والدنيا.
فلما قدر الخالق الرازق سبحانه الاستواء أو ربما ارتفع مقامهم، هنا تكهربت المشاكل وكثرت الفتن، إما بصلاحهم أنهم قراوا من عليهم بالقراكين، اللي أبناء عنده فلوس لكن ولده ما قراوش، الآخر ولده قراو تخرجوا، هنا كيولي عنده مشكل، هذاك ولده طلعوا مساخيط الآخر باغي به، هنا كيمرض، هذوك عندهم الفلوس وما تزوجوش، الآخرين يتزوجوا، وعلاش يتزوجوا؟ هنا كتولي نشأت واحد نشأ الجيل الآخر، الأسرة كان فيها الكبار فقط، معلوم الغني غني وأبناؤه والفقير فقير، لكن الأبناء هم اللي غيروا السير، أبناء غيروا السير وأصبح الحسن، لأن الأبناء جاوا بواحد الارتقاء آخر، إما فكري أخلاقي علمي مالي مادي، وغيروا الموازنة التي كانت من قبل. هنا بدأت الأسر كتغير، الأسر بدأت عندها شحونات. علاش بدأ الكلام؟ بسبب الفوارق التي عند الأبناء. الأبناء شكلوا فوارق الجيل الثالث أو الثاني، شكلوا واحد الفوارق، الناس اللي في أوروبا وغيرها شكلوا لهم فوارق كانت كلها معروف اللي في الطلين في الألمان في طاليان أو في دول مثل الخليج، كان هو اللي معروف أنه عنده القوة، ومادام عنده القوة دي المال كانت عنده قوة العلم والفقه والفهم والحكمة والحكامة وكل شيء. لكن لما جاءوا الأبناء قرأوا وعولدهم والديهم اغتنوا توظفوا وعوا والديهم، وأصبحت هناك المقاربات بل وربما التفاضل، هنا بدأت المشاكسة وبدأ الحسد وربما حتى السحر والعياذ بالله، فأصبحت البيوت فيها مشاكل كبيرة جدا. هو اللي كي الآن كان له الثمار دياله في الزمان، كثرة الحسد وكثرة السحر بسبب هذه المشاكل. لماذا نحس بضيق شديد عند ملاقاة شخص بالتحديد ويمكن نحس بها بعد أيام؟ الله 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 الله. نعطيكم واحد الفائدة، الإنسان حينما تلقاه وتفارق معه وتشعر إما بقربه أو بعد الفراق معه بطاقة سلبية باختناق عدم قدرة على الحركة، مزاج يتعكر ويتغير، عليك أن تعلم أن هناك أسباب. السبب الأول قد يكون بعينه بحسد، يكون بعينه بحسد منه هو شخصيا أو باب حسن الظن ممن يسكنه، العين والنظرة والحسد من الجن والشياطين، منه بطبعه وخبثه ونفسه الحاقدة حتى وإن ابتسم لك وعانقك، أو أنه مصاب وتصاحب الشياطين العين والحسد، وهذه في كلا الحالات هي آفة ومعضلة ومشكلة، فوجب توقي الحذر. وجب توقي الحذر. قالت هذا مركز الولفة، لا لأن مركز الولفة كان في نفس الديكور ديال الخشب. نعم هل أقسم بشهادة مسامعة ديكور الخشب اللي كتعامل في الولفة؟ نعم نفسه تقريبا. نعم رقيت كثير، نشوف الأخت كتجي أسئلة كثيرة، رقيت كثيرا ولكن عند الرقية لا يصعد العارض، وأبدأ بالصراخ واحمرار العينين وحالة هستيرية قبل وبعد الرقية. ما مزيان. تقول الأخت أو يقول الأخ، الأخ يقول رقيت كثيرا ولكن عند الرقية لا يصعد شيء، أي لا يصعد العارض كما قال، وأبدأ بالصراخ واحمرار العينين وأصاب بحالة هستيرية قبل وبعد الرقية. سؤال جميل ونشرح لك بالتفصيل علاش هادشي كان. مسألة أنه لا يصعد العارض بل هو صاعد، هو كاين صعود دون صعود، الصعود موجود نسبي، الدليل على صعود العارض هو الصراخ
الصراخ لا إرادي، لست أنت من يصرخ أو لا تتحكم فيه، إذن ليس منك. حتى أوضح لك الجواب، لا تتحكم فيه، إذن قرار الصراخ نابع من باطنك، من جوفك، من داخلك، لكن أنت لا تتحكم فيه، ليس لك إرادة عليه. الدليل أنك كتصرخ وحالة هستيرية تصيبك قبل وبعد لا تتحكم فيها، وإلا ما كنت ترجوها لنفسك. إذن هذه حالة اضطراب، غنبين لك علاش. يجب أن يعلم أن كثير، أو نقول مش كثير، بعض الجن والشياطين الأقوياء لهم قوة على الجلد والصبر أثناء الرقية وعدم الصرع. ماشي كبير هذا طلع. فالصراخ يكون نابع، سأبين لك لماذا يصرخ، نقوم على المسألة الهستيرية ونرجع للصراخ، لأن غنبين لك واحد التفصيل. الحالة الهستيرية لأنه لا يريد أن يظهر ويقاوم بشدة وبقوة. بعض الحالات بعض الجن والشياطين لا تريد أن تصعد ولا تريد أن تظهر، والإنسان بعدما ينتهي من الرقية إما عند المعالج أو في الطريق أو الوصول للبيت ينهار يسقط. هذا عشناه كثير مع الناس، تنتهي الرقية كيوقف كيغيب، أو ليخرج برا كيقول لك طحت عند الباب بوات، أو عند السيارة، أو لم يوصل الدار يقول لك لم يوصلت غيبت، أو أصبحت في حالة هستيرية في البيت، لأنه لا يرضى ولا يريد أن يصعد. قوي جدا، كأنك رأنت نفسه في التراب، مرغت نفسه في التراب أمام جنده وأمام عزته فهو يقاوم. لهذا كان يصرخ غيظ، لا أريد أن أصعد، غيظ. والحالة الهستيرية الحرقة التي تصيبه، لماذا جاء بي الرقية ولماذا أنا أتألم وأتأثر قبل وبعد. إذن هو صعود دون صعود، وتأثر وموجود داخل الجسد، وهذا من نوع القوي، وهذا يقع لكثير من الناس. وهذه معلومة مزيرة السؤال حتى يفهم الناس، بعض الناس لا يفهمون، بعض يكون الأب أو الأم أو الإنسان اللي يجيب معاه مريض، أو هو مريض أو مريض مريضة أو مريض، يكون في الرقية لما ينتهي كيغيب، الناس كتخاف، أو لما يخرج من الرقية يغيب كيغيب، يغمى عليه يسقط كالذي عنده صرع طبي، ما كيشعرش، يقدر يطيح له وجوه كذا، ما كيتحكمش في نفسه، لأن ذاك الجين خلاص انهار ويريد أن يختفي، أو حينما يبقى يقاوم حتى يصل إلى البيت فينهار انهيار، وهذا خلاص به يأخذ طاقة حتى يتمكن ويختفئ من جديد، لأنه قوي، صعوده كان قوي ونزوله كان قويا. والهستيريا هذه نوع من الغل والغيظ، لماذا أن أصعد ولماذا أتأثر ولماذا حصل ما حصل معي، لأنه لا يريد أن يتأثر أصلا. الجواب واضح، أتمنى يكون الجواب واضح. أتمنى أن يكون الجواب واضحا، ناخذ شيء يوضح وتعلموا، وحنا قادمين على غد ان شاء الله. المهم الفائده توصل باذن الله تعالى. جزاك الله خير. الحل هو مقاطعتي مبتعد عنهم. شكون هما الحاسدين زعما ولا بارك الله فيك. طيب اعطوني طيب شيخنا، والله شيخنا من كثرة استماع رقيتك أتاني في المنام بصورتك وفرحت. دقيقة نشوف الأخ تميم. والله يا شيخنا من كثرة الاستماع لرقيتك أتاني في المنام بصورتك فرحت لأنك ستعالجني، فعمل على تقريب فمه للساني، ووضع حلقة كأنه ثقب ثقب كان ثقب لساني ليضع حلقة، ورأيت اسمي يكتب على ظهر يدي اليمنى. لم يكمل عملت على قراءة الكرسي، فعمل على رفعي من العورة إلى الأعلى في الهواء. ألمني في الحلم واستفقت. والله يا شيخنا من كثرة الاستماع لرقيتك أتاني في المنام بصورتك. طيب بصورتك مزيان، فرحت لأنك ستعالج مزيان، فعمل على تقريب فمه للساني، وضع حلقة
كان ثقب لسانه ليضع حلق. رأيت اسمي يكتب على أخويا. صيغ السؤال وبي إن شاء الله تعالى وأجيبك، مش معطيك شي حاجة ماشي واضحة. هي الأجداد واضحة وأشياء واضحة، لكن بالتفصيل وقراءة السؤال وباش نعطيه حكم أو نعطيه تقريب أو نعطيه استشارة أو علاج أو ما شابه، خصني يوضح بشكل يكون كافي إن شاء الله وشافي. شيخ، لماذا لم تباشر الأخت سؤالها؟ ذهب السؤال، نبحث عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله، الأسئلة كثيرة. عذرا، اعذروني بعض الأخوات. لماذا لم تباشر الجلسات في مركز الولفة؟ عشنا في أقوى الجلسات وأروعها، وعشنا فرحات كثيرة لمرضى شوفوا من الجنون والعمى وسقف العظام. وأعتذر عن السؤال. مزيان، نجاوبكم عادي، احنا خوت وعائلة نجاوبكم ماشي مشكل. الولفة هو مركز أحببته، والله العظيم أنفقت عليه مالا كثيرا، لأني جعلته عيادة كبيرة جدا وبمواصفات طبية بامتياز وعلى طابقين وبشكل راقي في الصالة والمعاصرة كما يقال، البلدي والرومي، ومكلف وجميل المركز. لماذا أنا تركت المركز؟ نقول لكم لماذا. حينها كنت كنسكن في الرباط، الله ينتقم الظالمين واسأل الله يسلط عليهم غضبه وألم عقابه. حين كنت كنسكن في الرباط وطبيعة الحال كنت كنقطع مسافة طويلة، كنت كنخرج من الفجر، من بعد صلاة الفجر كنت كنخرج من الرباط، كنصلي في الجامع، كنخرج نمشي الطريق، الى خديت قهوه ولا كذا كنمشي الطريق. فكنت كنقطع مسافه، الناس كيعرفوا الطريق، يعرفوا من كازا، من الرباط لكازا كانت بالنسبه لي عادي جدا. لكن الاشكال هو لما نقطع مسافه من الدار البيضاء الى الولفه، هنا كانت مسافه اشق عليا واصعب عليا من مسافه من الرباط للدار البيضاء. المسافة اللي كنت كنقطع ملي كنوصل لكازا، من دخلت كازا حتى الولفة، هذه كانت أشق علي. لماذا؟ لأن كانت طريق السيار يلاه كيعدلوها كيصوبوا فيها، وكانت الأشغال متوقفة مدة سنتين أو 3 سنوات فيها إصلاحات، لأنه ما شاء الله تما عدوها بشكل عظيم جدا صراحة، مشي الآن شيء مبهر، أصبح فيها النفاق وفيها ممرات عجيبة وطرق. يعني أخذت وقتا، هذيك الوقت وقت ضر الله أنني كنت كنمشي فيه حتى مللت سنتين وأنا في تلك الطريق، فكنت كلقى صعوبة في الذهاب وصعوبة في الإياب، فتركت ذاك المركز بما فيه. أنا مش ذاك النوع اللي كما يقول نفس خبيثة وشريرة خرج منه ريبته وخسرته، خليته هكذا بإصلاحه التام، قلت خلاص لا يعني لا أريده. هذا هو اللي كان، هذا هو السبب الوحيد الذي كان وحيد، السبب الوحيد الذي من أجله تركت مركز الولفة، قدر الله ما شاء فعل. طيب، هل لا ما فيه حتى واحد؟ لا ما فيه حتى واحد، وأنا أبشركم بشرى، ما لكن قريبا إن شاء الله بإذن الله عز وجل في هذه الأيام غادي تفتح مركز في عين السبع إن شاء الله عز وجل. أنا هذه الأخت جنات كان سبب أني قلتها، وخا باش نقولها ولكن نقولها قريبا إن شاء الله، مركز في المستوى العالي إن شاء الله بإذن الله في عين السبع، منطقة راقية إن شاء الله بإذن الله تعالى، راه يفتح مركز في مستوى عالي، وربما يعني المهم داكشي التفاصيل ديالو أحسن من مراكش بإذن الله، أحسن من مراكش بكثير إن شاء الله، يتفتح بإذن الله، وربما هو اللي غنخدم فيه في الدار البيضاء إن شاء الله عز وجل. بإذن الله عز وجل، طلب الله تعالى الخير. أنا ما كنتش نقول لكن أنتم قلتوها، سولتوني دابا أنا جاوبتكم بإذن الله، ما يضرنيش أنا، المهم أنا كنحب المجال وكنحب الرقية،
وربما الله اعلم تصبح مراكز الدار البيضاء كلها في مركز واحد، ما يدري كذلك باقي تراودني افكار، جمله من الافكار كتراودني، استخير الله عز وجل وارى المخرج. انا بغيت انا غير مركز مراكش ومركز واحد اجمع فيه حتى يكون كل شيء مراقبه تحت عينيه، لان الاشكال هو في المراقبه ماشي في كثره المراكز. اما نحل من بارجه الى القويره والحمد لله الناس كيحبونا وباغي المنهجيه ونحط طرقات، ولكن المراقبه هي الاشكال، المتابعه مع الحالات هي المشكل. اما لو بغيتي دير الشكاره وتصور الفلوس في هذا المجال، راهو بسم الله وعلق بلاكا ودير الرقيه الشرعيه وانت كتدخل في الفلوس ماشي ليك، ودير اتفاق انت كاع مع مول زيت العود وجيب الزيتون والواحد اجي يفقي يقرا وقول وكب صب البنادم قول له انت في والله انت في الرقي اقسم بالله الا الرقي هادشي ليك الله يعافي الجميع. الرقية على بحر كبير جدا والنصب فيها الحقيقي اللي كيجيو يتكلموا علي انا مو مشكلة ولا لا مشكلة انا لعب مخلات ندخل في الهستيريا عاوتاني، هذاك فيا شي واحد كيبغي يضحك لا ضحك ما تسكت مشكل صافي رجع لله رجع لله لاليمان لاليمان ايه لاليمان قال هذوما لاليمان ايه لاليمان ايه زعما حنا غتغلبنا لاليمان حنا غتغلبنا لاليمان ايوا لاليمان لاليمان الله المستعان. اخويا الوداد دخلتي الوداد خلاتنا هذا العام، خلاتنا هذا العام ضحكة، خلاتنا هذا العام الفقصة ديال الوداد هذا العام ما عمرني ننساها، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخويا لا الوداد هذا العام دارت لينا ميسا والله إلا فهمت والله، هاتشوف لي مشات كأس العرش مشا البطولة مشات، على كنا كنشطوا في الدودية ديال الصيف خرجنا بزيرو لقب الله يديم ما خلقه صح. طيب رجعوا له الناس معنا الناس من جميع العالم وما فهمينش ليا الوداد تصحونا كنت في اللو. قال لي في اين مكان في مراكش؟ مراكش والله العظيم ما نقدر نقول لك انا ما عارفش، قريب في طريق المطار، قريب من مطار مراكش، يعني بينه وبين مراكش مطار مسافة قليلة جدا في السيارة، يعني المركز متواجد في مراكش. طيب شبعنا تخمة وقعنا بحال وقع ريال مدريد زيدان مشى قال لهم لا خلاص اللعابة ما غيعطيونيش كثر، داكشي اللي كانوا باغيين خدوه كامل. زيدان كان راجل وكان كيفهم قالها، لكن حنا باقيين وصلوا ريال مدريد وعلى الاقل كان اضعف الايمان على الاقل على الاقل يعني على البطوله ولا على الاقل كاس العرش ولا لا. ما غدا ان شاء الله الجراد غدا يفرح صراحه بيني وبينك بغيت الرجاء ياخذوها والله، ولو انني انا ودادي بغيت الرجاء غدا تربح، تجيكم صعيبه هذه ولكن والله الا بغيتهم يربحوا على الاقل كازا وقطب ورحل الودادي ما يبغيوش الرجاء تربح غدا. انا صراحه عندي الرجاء عادي تربح على الاقل تكون معنا في الشامبيونز في الشامبيونز ليغ العام الجاي ونشوفوا شنو غادي دير. والله الا بغيت الرجاء تربح ديما الرجاء، والله الا بغيت الرجاء تربح اقسم بالله. انا ودادي يعني ودادي نيت ما شاء الله، انا من صغري ودادي، ولكن بغيت الرجاء غدا تربح والله العظيم من قلبي سليم انهم يربحوا غدا اقسم بالله عادي جدا يعني ما كاين حتى مشكل. تقول لي البارسا والريال، الريال تقصد واش البارسا تربح؟ نقول لك لا ما نبغيش تربح البارسا نهائيا ولكن في كازا بغيت الرجاء تربح عادي. انا اكره البارسا كرها شديدا، احب لعبها لكن لا احب القابها، ماشي حاس ليها ولكن ماشي حاس لست حاسدا، لكن سياستها ما كتطرقش ليا، لعبها جيد لعبها جيد لكن القابها اكرهها
طيب خير رجوع الله. نجاوبكم اخوتي، اسمحوا لي اعتذر منكم. فاحنا احنا شوف احنا عائله، فما نبغيش تكون رسميات، فاسمحوا لي ارجعوا لي للصواب مره. طيب شيخ، ما هو سر الطلاء بالحنه ايام العيد وبمنزل الوالده؟ جيد، جميل، سؤال جميل. اذا انت في السؤال كاين تخصيص، كما يقال هناك عام هناك مقيد. ففي السؤال هناك تقييد وهناك تخصيص، بمعنى هناك أناس يقع لهم طلاء بالحناء، وهذا هو الحكم الذي سنبينه في البداية، أن الناس كيف يفيقوا الصباح رجال أو نساء كيوجدوا الحناء، إما في الصباح هنا أو نقطة هنا، مفهوم؟ يوجدوها في أماكن، لكن اللي كيوجدها حتى في أماكن أخرى، في بطنه ولا في صدره ولا كذا، لكن الغالب أو في القدم دياله، لكن الغالب هو الكف، الغالب هو اليد، لأن هي موضع الحناء في العادة عند الإنس، وحتى غنبين طريقة علاقتها بالجن. لماذا الناس كيجيهم الحناء في المنام؟ السؤال هنا بغيتكم تعطوني عقلكم باش تفهموا ما هو عالم الجن. مزيان استغلوا هذه الأمور اللي هي حسية وكتشاف بالعين المجردة باش نعطيكم صورة ما هو عالم الجن. عالم الجن هو عالم غيبي. عالم الجن هو عالم غيبي. صح ولا لا؟ لا نراه. قد يكون الجن الان معي جالس وكيسمع للدرس عادي جدا وحاب هذا الموضوع، لكني لا اراه، احترم هو احترم الحدود ديالو، ما كيبانش ليا، وانا كذلك كنتكلم عليه في امان. جميل، صح ام لا؟ طيب، ولكن لا بغى يبان ليا راه غادي يبان ليا. يفتح زاويه الرؤيه لنفسه وبغى يبان ليا غيبان ليا. غندير ها غنديرها غادي يبان ليا. شنو بان ليا؟ بان ليا والو. فغنديرها غادي يبان ليا مثلا، يقول لي راه انا مثلك، كاين شي مشكل؟ لا والله ما كاين مشكل، السلام عليكم. فغادي يبان ليا، إلا بغا هو يفتح زاوية الرؤية غادي نشوفه، إذا شاء الله عز وجل نشوفه، ولا بغى هو كذلك انه نبان ليه، غادي يفتح لي زاويه الرؤيه، يعني غيتشكل باشياء انا بصري يطيق تحملها ورؤيتها، بتشكل خارج على تشكل الحقيقه طبعا. انه يراكم مقابله من حيث لا ترونه، يعني غيتشكل لي بواحد الصوره اللي انا غادي نشوفها. المساله مزيان، مساله عاديه. جميل. المساله اللي بغيت اعطيكم انا باش تلمسوها بمنطوق وبمفهوم قريب لكم سهل، كيف لإنسان ينام ولا يضع الحناء ثم تصبح عليه حناء؟ من أين أتت؟ وما هو اتصال الحناء ديال الجن بحناء الإنس والتصاقه البدن؟ والمرأة كدير الحناء وكتصوبها وكتخلي واحد الوقت مدة طويلة باش تحيدها وتغسلها وتمسحها باش تبان لك آثارها، هو كل هذا الشيء ما عملوش. أنت هنا عسى كتفيقي كتلقي آثار الحناء، مع أن الحناء ما عندكش في الدار، ما كاينش اللي جا داك نعسى، داروها لك الجن في عالمهم ولكن التصقت بعالمك انت. هنا غنفهموا منا ان اذا اراد الجن انك تعيشك في عالمها مشارك بعالمك لن يعجزها ذلك. وقص على الحناء اشياء اخرى. قص على الحناء اشياء اخرى، لان الحناء ما هي الا دلاله من واقع معالمهم الموجود حقيقه على نوع من دلاله الحب والتملك والعشق. نوع من دلاله الحب والتملك والعشق. سواء كان من امرأة إلى امرأة أو من رجل إلى رجل أو من رجل منهم إلى امرأة أو من امرأة منهم إلى رجل، هذا في عالم العشق نوع من التملك. بغيتكم تفهموا الصورة، لأن في الحناء تقام طقوس، هذه الطقوس معتبرة عندهم، بحال كيجيب عائلته فاميلته وكيجيب الاقارب ديالو ويقول لهم شوفوا هذه راه ولات ديالي، جاب ليها القاب ديال السكر وجاب ليها الحليب وجاب ليها مثلا جوج من الحاجه وجاب ليها كذا، زغريت وصلاه صلاه على رسول الله، جات ودلى الحنة. هاد الشيء هي ما شافتوش، شافت غير الحنة، لكن وقع في العالم الاخر عقد النكاح، عقد الزواج، عقد التمليك، أو القهر والغصب والتملك بشدة وبقوة، ما بغيتي ما بغيتيش ديالي، حكم الإماء وحكم الجواري، جارية، أنت ديالي، خلاص أعطاها الطابع أنها أصبحت ملكا له،
لا أحد يقربها من الجن ولا أحد يقربها من الشياطين، وهي لفلان في عرفهم وتقاليدهم أنها خلاص أخذها فلان بروك بروك. اللي دارت الحنة تقول لنا باش نديروا الصواب نجيبوا الكادو ونجيبوا نباركوا ليها. اللي لقات الحنة تعلمنا معنا غير نباركوا ليه، ما عرفتش حتى السمية ديالو. الله يبارك السي حمو، الله يبارك السي شمهاروش، الله يبارك السي السوداني، الله يبارك فيك السي القناوي، الله يبارك السي ميمون، الله يبارك السي الربالة، الله يبارك السي. وهذا هو المنطق، نباركوا ليهم مش نباركوش ليهم. بارك الله لك وبارك عليك وش خير تزوجتيها صافي هادشي. هل هذا منطقي؟ لا، الزواج شرعا لا يتم إلا بالإيجاب والقبول، حتى وإن زعم أنه مسلم وزعم أنه على غير دين وأخذها نقول له الإيجاب والقبول انتفى. ما تقول لي أنا أبقى معك في الشرط الأول ديال الإيجاب، السيدة تختيها دون إذن ديالها. هذا هو الحوار الذي يكون معهم. شوف اسمع مزيان، لما تلقى واحد الانسان عنده الحنه، مرة عنده الحنه وخا الجن ما كيتصرعش، خاص تبني الموعظه والمحاضره والدرس على هذه الاحكام. كان ولم يكن هناك انتفاضه او رعشه او حركه او كلام، لكنه في عالم في البدن يسمع، او اهله يسمعون. اسمع اسمع الكلام، هو يسمع او ذوه يسمعون في البدن او حول البدن. فلما يتعظ احد منهم ويفقه يحركه للكلام او يتحرك احدهم للكلام فيزجره ويقلع عن غيه وعن ظلمه. بحال ملي كتجي عند واحد الانسان عوج ليه فمو عوج ليه يديه وكيقول لك لقيناه مشى على الاطباء، فتعظه كيصعد باه يقول لك سمحوا لي راه انا اللي عملت ليه كذا لانه ضرب لي ولدي او ولدي، ويكفه عن غيه. هذا هو اللي يبنى عليه فقه عميق عظيم سهل ممتنع في باب الموعظه وباب التاثير النفسي والايماني، وتكون اثار ويتحرك الانسان. ما كيتحركش انك تسقط عليه ايات، ما بغيتش تقول ايات جافه، حاش تكون جافه، ولكن كنت تسقط عليه ايات هو لا يستشعرها، جفاء عنده وجفاء عند تجاه الايات، لكن لما كتبنيها في قالب هو عاشه وفهمه وبينت احكامه وفق الكتاب والسنه تفاعل معه وتحرك وانتفى. وصلت الرساله ولا ما وصلتش؟ اذا الذي ياتي بالحناء هو اختارها وشارك اهله واحبابه او خدامه وحراسه واعوانه انه اصبحت ملكا له، انها في قبضه الجن. مفهوم؟ كيف التعامل مع الجن المسلم؟ كيف التعامل مع الجن المسلم؟ التعامل مع الجن المسلم باختلاف نوعه، باختلاف يعني تعلقه بالجسد وقربه من الجسد. لا ما كاين لا صدمات لا والو، هذا هو الحق. خاص غير الاخوات يفهموا هذا الشيء ويتعاملوا معاه باذن الله تعالى بفهم جيد. اكيد مزوجه بجني، مزوج بها، مزوجه مع ومحرمش من الزواج، فهم مزيان، لم يحرمها من الزوج الانسي، ولكن يبقى فيها مشكل. طيب صورة النساء تأثير كبير أتأثر بها على التأثر بها على ما يدل. صورة النساء فيها مجموعة من الأحكام، الأحكام التي في النساء كثيرة جدا، قد تكون أحكام لها علاقة بأحكام الأسرة والعائلة، قد تكون آيات لها علاقة بآيات النصارى. النساء صورة جميلة جدا، لكن عليك أن تستشعري آيات الإرث فيها أحكام كثيرة. أين كان التأثير؟ لابد كل أخت تستشعر أين مثلا صورة يوسف. الناس كيسمعوا ليوسف كل واحد كيتأثر، جاءوا على قميصي بدم كذب، واحد كيتأثر يعني لما ألقي لا تقصر إياك على أختك كيدا، لما يعني قد شغفها حبا،
لما واحد غلقت الابواب، غلقت الابواب، غلق الابواب فيها احكام كثيره، وفيها تاثير كثير لزوايا متعدده، ليس فقط على الباب، لان فيها احكام كثيره وفيها يعني فهم كثير. فكل واحد كيتاثر بواحد الجزء من الايه. هذاك الجزء والسياق ديال الايه مهم جدا. شنو اللي كيأثر فيك؟ خطاب ديال عيسى عليه السلام، شنو كيأثر فيك في سورة النساء؟ مفهوم؟ إذا كل صورة أنت كتميل ليها وكتأثر فيك، حاول تعرف الجزء اللي كيأثر فيك أو الآية اللي كتأثر فيك، لأن تلك الآية هي مفتاح علاجك بإذن الله. لأن الجن كتقوم كتسمع أنت الأحزاب، صورة فيها أحزاب، حزب الأول والثاني والثالث، ولكن سبحان الله تأتي عند صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، كتهزك مثلا. مفهوم؟ يعني تشعر ان تلك الايه وقعها مختلف عن باقي الايه. اذا صله الايه اللي اثرت فيك بالعارض وطيده وقويه وعظيمه. اذا لابد ان تستل هذه الايه وتاخذ ما يشبهها في الاحكام وفي النظم وفي البيان، وهي اللي غيكون مفتاحها في علاجك. فهمتي؟ احيانا الانسان كيبقى يسمع الصور رقى كثيره ورقيات بزاف، ولكن كيقول كنتاثر بواحد النوع من الرقيه، واحد الايات. شوف مثلا الاخوات كتجي مثلا تقول لك انا كنتاثر بهذه الايه وبهذه الايه وبهذه الايه وبهذه، كتباهم. انت ملي كتطلع على ديك الايات كتلقى قاسم مشترك وجه الشبه في ديك الايات، كتخذ منهم حكم شنو ديك الجلي موجود في البدن. فهمتي كيفاش؟ يعني هذه الآية مع هذه الآية مع هذه الآية، وهذه خاص يكون عندك واحد شوية ديال الفهم في الآيات وكذا، كتفهم من هذه الآية علاش كدل وهذه تم شو القصد والشرط بين الأول والثاني وكذا، كتاخذ من واحد الحكم، كتسقطه بفضل الله عز وجل، فكتجد أن الجسد يتفاعل معه بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا هذيك هي الإصابة، وهذاك هو العارض خاص بديك الجزئية. آيات طويلة وكتجد فيها الصلاة، فيها الصدقة، فيها الزكاة، فيها الإنفاق، فيها المال، فيها الخير، كتجد ان الامر مشترك بين العبادات والانفاق والطاعات. فانت كتشوف واخا ان سياقها طويل الايه، كتسل القسم المشترك، كتسقطه بالموعظه وبالكلمه وبالايات، كيتالم العارض او هي كتالم بدايه، توقع على النفسيه توافقها، كتنشرح بها، تهيج بها. احيانا يكون الانسان هو الذي يسبق في التاثير. الناس اللي ما فاهمينش الرقيه كيقول لك واثرتي على ذاك المريض تاثير ايحاءات، قول له سيتعلم سيتقرا. احيانا الانسان بطبيعته يتاثر باشياء هو اصلا جبليه فيه وكيحبها وكيديرها، واشياء تظلم فيها وتاذى فيها، هي طبيعه الحال توقع عليه واحد الوقع عظيم. فمن لما كيستشعرها وكتعطيها ليه متابعه الايه الاولى والثانيه مثلا، فيستشعر ثمارها وفضلها، ولانك كتعجبه وكيدير ذاك الخير على قبلها، يبدأ يقع عليه التأثير. ذاك التأثير الذي وقع على الإنسان بفقهه وبعقيدته وبأخلاقه هو مدخل لك حتى يخرج ذاك الخبيث والقوي الماء الراكن المختبئ داخله، فيبدأ يتغير ذاك البكاء اللي كان عادي يصبح هستيري أو معه حركات أو. فكان تأثير الإنسان هو مدخل للتأثر أو للتأثير على الجن والشيطان، وهذه نقطة حتى هي عميقة في الفهم في باب العلاج. لأن الإنسان اللي كتعطوه هذه الأدوات هو يرمي ويعرف متى تأثر الإنسان، متى تأثر الجن، واش تأثر الشيطان هو الأول؟ بسم الله. تأثر الإنسان مدخل الجن؟ بسم الله. علم. طيب. شيخنا ما رأيك في الجن الذي يعرف الحياة الخاصة للراقي وكل تفاصيل حياته، مع أن المصاب لا يعرف من الراقي غير اسمه؟ الجن يعني يعرف حياة الراقي لا طير. لماذا؟ أقول لكم عادي جدا، هو مخلوق له سرعة في التنقل وخفة. إذا بإمكان الجن أنه يعرف على الراقي وعلى أي إنسان معلومات، بحيث أنه ممكن على أنه يذهب في مسافات طويلة جدا، ممكن أنه يذهب مسافات بعيدة، ممكن أنه يقترن بشياطين، ممكن انه يقترن بآلة بالسة، ممكن انه يقترن يستمع الى القرين. هذه امور عادية لا اشكال فيها، لكن لا يعلم عنه الغيب الآتي، انما يعلم الواقع والحاضر. عادي جدا، ما تضير في ذلك، عادي، هذه مسألة عادية لا تضر. من يخبره
شوفوا واسمعوا مزيان، سؤال مهم من يخبره، سؤال مهم. ليس كل شيطان أو ليس كل جان بإمكانه أن يكون صاحب خوارق. خذوا قاعدة، ليس كل جان وليس كل شيطان بإمكانه أن يكون صاحب خوارق. نعود نشرح لكم. كلهم صنف جن وشياطين ومرض وأقوياء، لكنه مرتب. فلا يمكن أن تقول لي الشيطان ينقل أساس من مكان إلى مكان، كلهم لا. أنه يأتي بالذهب وبالكنوز، لا ليس كلهم. تبقى هذه هل هي واردة في الحدوث كينة؟ نقول لك تقع، لكن ليس عند الجميع. فهم معي جيدا؟ ليس عند الجميع. ليس كل جن أو شيطان بإمكانه أن يحدث خوارق، يجعل الماء البارد ساخن والساخن بارد، ويهز لك الأساس ويرمي به ويطير بك في السحاب أو تمشي على الماء. لا ليس الجميع، ليس الجميع، ليس الجميع بإمكانهم أن يأتوا بهذه الخوارق. فالبعض الجن وبعض الشياطين الكبار أصحاب الرتب يطلع على أخبارك، وعنده الأمر وارد، لكن فيه مجازفات، فيه مجازفة. أنا أقول لكم علاش. هل تظن أن الجن والشيطان حينما يخترق البدن لا يقامر ولا يغامر؟ هذه قليل اللي غادي يعرفها. هل تظن أن الجن والشيطان، أعطيكم مثال وأدخل معكم في الجواب، هل تظن أن الجن والشيطان حينما يدخل إلى الجسد لا يغامر بحياته؟ يقامر ويغامر. وهذا الكلام نص عليه شيخ الإسلام وغيره من العلماء، وهو تثبته التجربة. لأن الجن حينما يدخل هو دائما يستغل وقت الغفلة، ينتظر وقت الغفلة وعدم الذكر، إما الغفلة أو عدم الذكر. الغفلة تفتح له الباب بسهل، سهل تكون في معصية، في غضب، الخروج عن الطبيعة والمعتاد، الضحك بزاف، الحزن بزاف، الاكتئاب، هذا الخروج عن الطبيعة والمعتاد. الغفلة المعصية، الصمت والسكون والسكوت، النوم، والإنسان ما كيدير حتى شي حاجة حتى هو مدعاة للدخول. ولماذا هو يفكر دائما في الخروج عن المعتاد أو في المعصية؟ لأنه يأمن أنك غير ذاكر لله عز وجل، لأنه يأمن، عنده ضمان أنك معصب وكتسب ولا كتغوت، أو أنت في معصية بعيدة رفعتها خلاص لا مطلح وضعتها، يأمن أنك غير ذاكر لله. لأن ذكر الله سواء كان بالجهر أو بالسر يحرقه، أي نعم، يغامر ويقامر، يحرقه حتى هو كيغامر كيجازف بحياته. إذا دخل وقدر الله مع ذلك الله أكبر بسم الله والقرآن، خلاص قتلته، ذاب، انتهى حاله بقدر الله عز وجل. لهذا ودائما يضع أسبابا هي إما الخروج عن المعتاد كالحزن والضيق والغضب والشدة والانفعال والضحك الكثير وما شابه، أو المعصية. هذه الأحوال يدخل فيها الجن والشيطان حتى يأمن أنه لا يحرق ولا يؤذى. المسألة الأخرى اللي غادي نجاوب عليها هي المسألة اللي أشار إليها السائل، في المسألة ديال هل يعرف أخبار. إذا كان الجن متعلق بالبدن ما وقوته كما يقول لقدو، هذا ما يحرك بحتى كاس، لا ينتبه إليه في عالم الجن والشياطين، وهم أعدادهم كثر. الأعداد ديال الجن بحال أعداد
الناس اللي ملياردير ديال العالم، ثلاثة ولا خمسة في العالم، مع أمة ديال البشر. باش نعطيكم غير واحد تشبيه بسيط، فهمتي؟ واحد تشبيه بسيط، خمسة ولا ستة قادة ديال العالم عندهم التريليون ديال الدولارات في العالم، والبقية كيتزاحموا في الملايين وفي بعض الملايين. كيفاش الاخرين كيشوفوا الاخرين؟ هذا الامر بغيت هذا التشبيه والقياس حطوه في عقلكم باش تفهموا. الجن عندهم كثير جدا، ورتبهم دنيا مقارنة مع الكبار. الفوارق بينهم عظيمة جدا، كالفوارق عند الجنرالات وعند قادة الحروب وعند الساسة وعند القادة ثم تصل إلى الكبار. نفس الشيء، عدد الجن لا يعد ولا يحصى، كثير جدا، وعدد الأبالسة لا يعد ولا يحصى، وفرق بين هذا وهذا. فكما ذكر ابن عباس حينما يبيض إبليس، أنت كتكلم على واحد كيبيض، لا حول ولا قوة. الجن طبيعتها كتولد، إبليس كيبيض، وهذا توا خصنا نديرو في ظرف بوحدو. إبليس كيبيض، بيض بلدي، والله ما كنكذب عليك. إبليس كيبيض، الشياطين كتولد، والجن كتولد. ودابا فكنا من المحل ديالو، دخلنا في هذا الموضوع، ندخل في مشاكل، خديك شوية في فيسبوك. هذه المواضيع الشائكة اللي كنا كنجبدوا بها الصداع. الحقيقة، والله الحقيقة كنتكلم معكم. إبليس الشيطان كيبيض، الجن كتولد، واش فهمي هذا المفارق؟ يلا، وأيهما أكثر عدد، الأبالسة أم الجن؟ طيب، المهم نرجع للسؤال. نرجع للسؤال، المسألة اللي بغيت نوصل لكم الآن، أن الجن عددها كثير، عددها كثير جدا، عددها كثير، وهذه الكسرة اللي هم عليها تبقى الجن مع قوتها عندها رتب، أقواهم عنده واحد السقف ديال الرتب، كتجي الشياطين برتب أخرى، وكتجي المرضى برتب أخرى، وكتجي العفاريت برتب أخرى، وكتجي الأبالسة برتب أخرى، وكتجي المقربون من الشيطان والإبليس برتب أخرى، يحكمون عالما كبيرا واسعا، يحكمون عالما كبيرا واسعا. فذاك اللي غيبغي يدير فيها هو قافز، لا يستطيع أن يعدو قدره أو مقامه، يحترم الرتب، وإلا يسلط على من يدق رقبته، انتهى الكلام. عندهم أشياء مضبوطة، هذاك الطيش والعبث كيدو غير على الإنس. أما في بينهم كتكلم، ما تكلمش، قوة مني يهضر معاه، هو يهضر مع ذاك الكبير، صح ولا لا؟ دايرك مشكل في حياتك، ولما تطلع تقول لك هو اللي كيتكلم، أو يقول لك لا ماشي أنا، هذه ماشي مهمتي، مهمة الآخر. احترام الرتب، فهمتي؟ فيما بينهم يحترمون الكبير، يعرفون. ولهذا علاش قلت لكم هذا الاسترسال وهذا الاستطراد؟ حتى نوصل لكم واحد المعلومة جوابا على السؤال. لما مثلا يبغي يعرف عليك معلومة، ما يمكنش، لأن أنت لست وحدك، أنت معك هالة، أو نقول باللفظ القرآن الشرعي، معك الملائكة الحفاظة. هذا ما كنتش كتوقعوا هذا الجواب. هذه مسألة لا تغيب عنك، معك الملائكة، وقد تكون معك الفئة الخيرة الطيبة المؤمنة، وقد تكون بذاتك موكل بالحفظ والمعية. هناك أشياء ولو يكون على رتبة ما يقدرش يخترقها الإنسان، ماشي وحده، ما تظنش أنك بوحدك، ما كاينش واحد بوحده، وهذه قليلة غينتبه لها. وبالتالي ماشي سهل باش يخترق ويجيب الأسرار. إذا كان حتى ذاك القارئ اللي معاك أراد لك الشر، فهناك الملك يدرك الخير، يلجمه ويحجبه عن هذا، وبالتالي ما كتكشف أسرارك،
ما يقدرش يكشفها، لأن سبق في علم الله ما سبق بالمعية وبالحفظ. فهمتي؟ ولهذا كتجد الصحراء كيسحروا الأزيانة، لكن تقرأ بخفة. لو كان الأمر في غياب عن المعية والحفظ كان الأمر يكون فيه أشياء عظيمة جدا وقوية جدا. مفهوم؟ إذن ما يمكنش هو أي واحد تقول غادي يجيب من البدن يجيب أسرار الآخر، لا، حتى يأتي الذي في البدن بأسرار الآخر يحتاج إلى مقارنة. إما يكون البدن قدامه، وهذه معقدة جدا، لأن يحتاج أن يكون صاحب ضبط وإيقاع وصاحب قوة وتمكين أن يكون له نفوذ على الجسد الآخر. صعيبة جدا، لأنه يحتاج إلى أن يخرج من الجسد، ويحتاج أن يكون رتبة سحر، يكون ساحر، يكون قوي رتبة مع السحر، حتى يهابه القرين ويعطيه الأخبار كما يعطيها لما يكون ساحر معه شيطان ويعطيها بالقرين، يعطيه جميع التقرير ويقدمه إلى آخر. الأمر بالنسبة وحينها سهل، لكن وجب أن يعلم كذلك أمر آخر لا بد أن أبينه. لما يكون الشيطان مقترن بالبدن لا يكون محض إرادته وحريته وراحته، يفعل ما شاء، يخرج يشرب قهوة ويرجع ويتفكر في هذا يأذيه ثم يرجع، لأن تغيب على حسه وعقله هذه الأمور. يصبح في الغالب أنه لا يفقه ولا يفكر إلا في تدبير الشر لذاك الإنسان، أو يبقى مقيد معه، فكان الأمر إليه لفر من البدن، لأن بعض الجن والشياطين الكبار محروقة ولكن مقيدة، وفكرين خرج، لأن مع رتبتي وقوتي لكنه مقيد. فكيف لو أن يقوى على الخروج ليؤذي آخر، ويقول لك الخروج ندخل فيك، تقول لا ادخل، هو ما يقدرش يخرج أصلا، هو يفكر في ذاته وإن زعم غير ذلك. ولهذا لما ترشد إلى الحق تقول له أنت ساحرك مسحور مقيد، في النهاية يفهم أنه مقيد، لما يحاول الخلاص والنجاة لا يستطيع، يفهم حين أنه مقيد. أنا رأيت أني زرت والدي ورأيت المدينة التي سافرت لها. المسألة ديال هذه، لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة عادية جدا بالنسبة للجن. أنك الناس يقولوا هذا المكان قبل ما نجي ليه كأنني عشت فيه وكأنني شفته، وهذا الناس اللي جاوا عندي مثلا تأتيه صور أن المكان زاره كأنه كان فيه. مسألة عادية جدا، هذه أمور عادية جدا. نعم الجن لهم قدرة على أنهم يصوروا الأشكال، بالعكس الناس يجي كاين اللي أكثر من هذا الشيء، كيجي قبل يوم يومين إنسان غادي يموت بالطريقة ويموت، هذا الإنسان يتزوج وكيتزوج، واش طالع الغيب؟ لا، ما هذا ليس بالغيب، إنما هو نقل لبعض الحقائق التي قدرها الله عز وجل فاستغرقوا السمع فأرسلوها، أو أشياء كان يسمعوها في العالم الآخر بتناقل الأخبار. وحدة مثلا مهمة كتبغي واحد الإنسان وكتحبها بزاف، جنية مثلا، وكتبغي لها الخير، وعندها أتباع ديالها في أبدان أخرى، فلما يكون أمر يدبر كيجي يقول لها الشيء ديك بنيتك راه غيوقع عليها، وقع عليها، راه كيقولوا فيها، راه كيقول لها، كتعطيها في المنام داك الشيء بالألوان، وداك الشيء اللي كتقول لها كيوقع، أو اللي كتقول لها كتبقى كتقلب كتلقاه فيها كاين. مسألة هادي، هنا تقارب عالمي بعالم واحد، والإرسال كيكون عبر الرؤى أو المنامات أو الحدس أو الفراسة أو الإحساس أو التخاطر أو التخاطب أو المكاشفة في الرؤية. الإنسان كيشوف شي حاجة بحال كيشوفها حقيقة، عادي جدا. هادشي كله في عالم الجن سهل ويسير جدا. اللي يقرب منك غير أصحاب الخير، يقربوا لك الإلهام والفراسة والحدس والتوفيق والنور، بعد ذلك أصحاب الظلام والبلد والغباء والمشاكل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إن لك، اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، وعلى أن تسر لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما صرنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر،
وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا يفض هذا المجلس إلا وقد رحمتنا وغفرت لنا ويسرت أمرنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسان وجنا واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسان وجنا. اللهم كل مبتلى اللهم اشفه وكل محروم اللهم ربنا فأسعده وأكرمه يا رب العالمين. صلى الله تعالى أن يصلح أحوالنا وذريتنا وأن يوفقنا لكل خير. اللهم إنك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن تعالى كل شيء قدير. أسأل الله العظيم أن يغفر لنا وأن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. أسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويجزينا كل من أعان على البر والخير خيرا وكل من أساء إلينا. أسأل الله تعالى، أسأل الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو أن يرفع قدرنا ويعيشنا أعظم شيء نسأله الله عز وجل يرزقنا إياه. كل من كاد لنا وآذانا وأراد منا سوءا أن يزيده الله قهرا وكمدا ومرضا برفعتنا وعزتنا وسلامتنا وصحتنا وعافيتنا وعلمنا وفهمنا وخيرنا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخير حيثما كنا، أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا، وأن يعوضنا خيرا. تصبحون على خير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.